مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. يوم جديد يا رب النهاردة كده يكون يوم سعيد علينا بإذن الله. النهاردة معانا مباراة مهمة، مباراة قوية لكرة السلة، مباراة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في دوري السوبر. دوري السوبر دوري قوي جدا وهو أقوى دوري لكرة السلة في السيزون، بمعنى أن فيه عندنا 8 فرق بيوصلوا لدوري السوبر بيلعبوا رايح جاي، بعد كده يلعبوا بلاي اوف، الاول يلعب الثامن والثاني يلعب السابع والثالث يلعب السادس والخامس يلعب الرابع وهكذا لغايه ما يوصلوا لاربع فرق ويلعبوا ثاني مره بعد كده في دوري السوبر في فاينل دوري السوبر. دوري قوي جدا. النهارده الاسبوع الرابع بين الاهلي والزمالك. الاسبوع الرابع الفرقتين كل فرقه لعبت 3 مباريات، ما خسروش ولا مباراه. نتمناها ان شاء الله الاسبوع الرابع فوز للنادي الاهلي. تعالوا نشوف النهارده الفريق الاعداد عندنا عامل حاجات كتيره جدا عشان يعيش جماهير الاهلي جوه المباراه، جوه الاحداث، جوه كل حاجه. تعالوا بينا نطلع نشوف جدول ترتيب النهارده الفريقين، او هنطلع النهارده هنطلع بس نشوف الاخبار اللي قالت ايه، اخبار الصحف قالت ايه النهارده عن مباراه الاهلي والزمالك. في الموقع الرسمي بيقول رجال سلة الأهلي يواجه الزمالك اليوم في دوري السوبر. الجمهورية، الأهلي في مواجهة نارية أمام الزمالك في قمة السلة اليوم. الوطن، الأهلي، الأهلي الليلة قمة نارية في كرة السلة بين الأهلي والزمالك. الشروق، الأهلي يواجه الزمالك في دوري السوبر. اليوم السابع، اليوم قمة الأهلي والزمالك في دوري السوبر. الدستور، اليوم قمة كرة السلة بين الزمالك والأهلي في دوري السوبر. الفجر، الأهلي والزمالك وجها لوجه في قمة دوري السلة رجال. صدى البلد، اليوم الأهلي يواجه الزمالك بقمة دوري سوبر السلة. ده كانت النهاردة الصحف قالت ايه عن مباراة النهاردة، مباراة قمة، هي كل مباراة الاهلي والزمالك قمة، لكن اتمناها اهلاوية باذن الله على ارض النادي الاهلي. المباراة مقامة في صالة الامير عبدالله الفيصل داخل القلعة الحمراء، داخل ملعبنا باذن الله. اللعيبة هيكونوا في الميعاد وان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. تعالوا نشوف جدول ترتيب دوري السوبر بعد الاسبوع الثالث الترتيب العام فيه. دوري السوبر، الاهلي لعب 3 مباريات، 3 فوز ليه 260 عليه 225 بفارق 35 الفارق بنقاط 6 نقاط. الزمالك المركز الثاني، 3 لعب 3 مباريات وفاز 3 وله 258 223 35 ب6 نقاط، المباراه على الصداره لدوري السوبر في الاسبوع الرابع. الاتحاد السكندري لعب 3 مباريات، فاز مباراتين وخسر مباراة برصيد 5 نقاط. نادي الجزيرة لعب 3 مباريات، فاز في مباراة خسر مباراتين برصيد 4 نقاط. نادي سبورتنج لعب 3 مباريات، المركز الخامس في نادي سبورتنج، لعب 3 مباريات وفاز في مباراة خسر 2 وعدد النقاط 4. السادس طلائع الجيش لعب 3 مباريات، فاز مباراة خسر 2 4 نقاط. ومصر التأمين المركز السابع لعب 3 كسب مباراة خسر 2 4 نقاط. ونادي سموحة في المركز الأخير لعب 3 مباريات، خسر 3 مباريات وله 3 نقاط. خلينا نستعرض النهاردة السيرة الذاتية عن طارق خيري وكابتن عصام عبد الحميد. كابتن طارق خيري مواليد 69، المدير الفني للنادي الاهلي، القابه بطوله افريقيا للانديه الابطال 2016، الدوري الممتاز 2016 2017 وكاس مصر 2017 2018، دوري المرتبط 3 سنين متتاليه من 2016 2017 و17 18 و18 19 السنه اللي احنا فيها. كابتن عصام عبد الحميد 60 سنه، مواليد سنه 58، له في الألقاب 3 بطولات دوري سوبر، 5 بطولات كأس مصر
وبطولة الحرير الدولية، بطولة الصين الدولية مع المنتخب الأولمبي، وللأندية التي دربها في مصر، الأندية اللي الكابتن عصام دربها في مصر، الزمالك والجزيرة ونادي سموحة. بكده استعرضنا الاثنين مديرين فنيين. خلينا نخش على الجهاز الفني للنادي الأهلي. المدير الفني كابتن طارق خير، المدرب العام كابتن إسلام علي، مدرب مساعد كابتن أحمد الجرحي، ومدير إداري كابتن شريف علي، إداري الفريق كابتن رضا السيد، طبيب الفريق دكتور أسامة فرج، أخصائي العلاج الطبيعي أحمد يحيى، دكتور أحمد يحيى، ومدلك محمد عيسى، محلل فني أكرم الشرباجي، ومخطط الأحمال محمد علي. أسماء لاعبي الأهلي النهاردة أو أسماء لاعبي النادي الأهلي: رقم 10 طارق الغنام، 4 كابتن مودي جرحي، 6 رامي جنيدي، 24 كريم الدهشان، 9 إبراهيم الجمال، 23 محمد أبو النصر، 77 حاتم البحيري، 15 مؤمن أبو العينين، و70 مصطفى مشعل. أحمد السلعوة أو السلعاوي رقم 7، 1 أحمد علي فهمي، 12 مصطفى الشافعي، 11 محمد عدلي، 18 سيف سمير، 55 الأمريكي تود أوبراين، 5 بودي حسام، 14 عمرو طارق. لو عايزين نستعرض صفقات النادي الأهلي السنة دي، جابوا 5 لاعبين: أحمد علي فهمي برغوتا، ورامي جنيدي، حاتم البحيري، مصطفى مشعل، الأمريكي تود أوبراين. تعال نروح للجهاز الفني لنادي الزمالك. الجهاز الفني نادي الزمالك، المدير الفني كابتن عصام عبد الحميد، المدرب سمير جودة، والمدرب المساعد وائل بدر، مدير إداري طارق السعيد، ومخطط أحمال إيهاب صلاح، طبيب الفريق دكتور إسلام، أخصائي تدليك محمد سعد، مهمات أحمد جمال كيمو وإسلام جمال. نروح لأسماء فريق الزمالك في مباراة اليوم: 3 مروان عاطف، 4 عمرو هشام، 5 ممدوح موسى، 6 أحمد حاتم، 7 أدهم عصام، 9 أحمد حمدي، 10 أنس أسامة، 11 محمد صلاح، 12 تريل ستوجلين، 14 مصطفى مكاوي، 15 حازم أشرف، 17 رامي حجازي، 23 مهاب ياسر، 24 أحمد جمال، 25 سيف عادل، 34 وسام عماد، 41 هيثم السحرتي، 89 محمود يسري. نادي الزمالك دعم صفوفه السنه بخمس صفقات من أول الموسم: أحمد جمال، أحمد حاتم، محمود يسري، أنس أسامة، الأمريكي تريل ستوجلين. مشوار الاهلي ونتائج الاهلي في دوري السوبر. الاهلي بدا دوري السوبر لعب نادي القناه، كسبه 71-57، وفاز في المباراه الثانيه 90-84 في الدور التمهيدي. بدا دوري السوبر الاهلي فاز 91-65 على مصر التامين، والاهلي يفوز على نادي سموحه 103-97، والاهلي يفوز في مباراه كانت قويه جدا على صدر الاهلي 66-63 مع نادي طلائع الجيش. نتائج الزمالك في بطوله دوري السوبر: الزمالك لعب الشمس في الدور التمهيدي وفاز عليه 85-67، الزمالك 75-54، ولعب نادي سبورتنج كسبه 77-64، الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري 90-85 بعد مباراه قويه جدا جدا جدا، والزمالك يفوز 91-74 لنادي سموحه. بكده اعتقد ان احنا استعرضنا كل حاجه، الاسماء والالقاب وكل يعني اعتبر اديناكم حاجه سريعه عن المباراه. خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكبار النهارده اللي معانا: كابتن خالد بخيت، كابتن هاني عبد المنعم، وكابتن عمرو صابر. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. خلينا نرحب بضيوفنا النهارده
معانا لتحليل مباراه الاهلي والزمالك، وهي مباراه قمه دايما الاهلي والزمالك في كل مبارياته، مباريات قمه، مباريات مهمه جدا لجماهير الناديين، لكن الاهم لينا ان الاهلي النهارده يكون في اوج استعداده وان شاء الله يكون في اوج تالقه باذن الله. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار اللي معانا النهارده. كابتن خالد بخيت منورنا. منور بوجودك كابتن خالد، متشكر جدا. طب ايه رايك كابتن هاني عبد المنعم؟ كابتن خالد منورين منور. دايما قناه الاهلي، وقناه الاهلي دايما مبدعه ان شاء الله. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي زي الفل. متفائل؟ ان شاء الله، توكلنا على الله. ومعانا كابتن عمرو صابر المحلل الثالث معانا النهارده في لقاء الاهلي والزمالك. كابتن عمرو مساء الخير. اهلا بيك يا استاذ خالد. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله كويس؟ تمام الحمد لله. سريعا كابتن هاني، يعني اجواء دايما مباراه الاهلي والزمالك، خلينا نتكلم على اجواء مباراه الاهلي والزمالك في جميع الالعاب، ليها طابع خاص، وفي كره السله بالاخص حاجه مهمه جدا. ديربي طبعا بالنسبه لنا كاهلي وزمالك في جميع الالعاب، مش في كره السله بس تحديدا. السنه دي طبعا دوري السوبر المصري في كره السله دوري مشتعل نسبيا، يعني برضو عدد الفرق المشاركه فيه 8 فرق عندهم قوه تكاد تكون متوازنه، يعني اللي باين فيهم دلوقتي حاليا الاهلي والزمالك ترتيبا ان هم احسن فرقتين، لعبوا 3 ماتشات ما خسروش حاجه، يعني محققين مكاسب كويسه. العلامه الكامله. العلامه الكامله لغايه دلوقتي يعني، بس هم ما زال لسه الدوري بدري عليه، هيتنافسوا النهارده. احنا لينا سابق وقع ان لعبناهم في دوري المرتبط الاهلي والزمالك. والحمد لله النادي الاهلي توفق، يعني احنا كنا موفقين وكسبناهم، فدي تعتبر البروفر الثالثه، يعني ده الماتش الثالث بيننا هذا الموسم بين الاهلي والزمالك. الاهلي كسب ماتش والزمالك كسب ماتش، ده احنا متعادلين النهارده، ده الثالث. فالثالث النهارده ايه بكل قواك بقى بعد ما كنت درست الخصم وشفت الدنيا فيها ايه، وان شاء الله نامل ونتمنى ان الماتش يكون من نصيب النادي الاهلي. تمام. كابتن خالد شايف المواجهه ازاي، مواجهه الاهلي والزمالك في كره السله؟ بسم الله الرحيم. هو دايما المواجهه دي ملهاش، ما نقدرش نقول ان دي لصالح النادي الاهلي او لصالح الزمالك. حتى لو في فرقه مش متوفقه، دايما التاريخ بيقول لنا ان لازم الماتش ده بيبقى صعب على الطرفين. انا شايف ان الفرقتين فيهم خبرات، وخبرات كبيره، يعني عندنا طارق الغنام وابراهيم الجمال ورامي جنيدي في النادي الاهلي، عندنا مع المحترف تيتو براين، عندنا بالنسبه لنادي الزمالك عندنا محمد صلاح، عندنا مصطفى مكاوي، وعندنا هيثم السحارتي مع التيرل ستوجلن. ده الفرقتين يعتبر الاثنين من وجهه نظري مميزين، يمكن شويه بنميل ناحيه النادي الاهلي للخبره، وانما الزمالك عامل فرقه جديده وجمعها السنه دي، والسنه دي داخل بقوه، فالماتش هيبقى صعب على الطرفين. الخبره والشباب والحيويه. بالظبط. بص، هي ده عنوان المباراه اعتقد يا كابتن خالد. مظبوط مظبوط. الاهلي خبراته اكتر، الزمالك فيه شباب اكتر. الاهلي معاه برضه مجموعه من الشباب الصغير، لكن هم النسبه اكبر شويه في نادي الزمالك. خلينا نخرج لفاصل دلوقتي وترجعوا لنا مره تانية عشان نبدا فعلا التعمق في تحليل مباراه الاهلي والزمالك. رجعت لنا بعد فاصل وهنبدا التحليل ونروح لكابتن عمرو صابر، هنشوف رايه ايه مباراه الاهلي والزمالك والفرق النهارده. الاهلي بيلعب جوه ارضه وجوه ملعبه بس بدون جمهور، اتمنى عوده الجماهير مره اخرى للملاعب المصريه، بالذات اللي احنا داخلين على بطوله مهمه جدا لمصر وهي كاس الامم الافريقيه لكره القدم. كابتن عمرو، تقول ايه عن مباراه النهارده الاهلي والزمالك؟ هي المباراه النهارده صعبه للطرفين. لو احنا رجعنا يعني للماتشات اللي فاتت هنلاقي الفرقتين تقريبا زي بعض، يعني حتى في معدل السكور بتاع الفرقتين زي بعض. نفس المراكز، يمكن الاهلي عنده افضليه شويه في التغييرات، طبعا عنده يعني في كل مركز عنده تغيير والتاني. اعتقد في الزمالك يعني التغييرات محدوده يا كابتن خالد، فده هيميل قوي لكفه النادي الاهلي في الشوط الثالث والرابع. شايف ان دكه النادي الاهلي هي الدكه الاقوى في مباراه النهارده، وبعدين اللعيبه الاوتسايد او اللعيبه اللي هم بيلعبوا الجناب او البلاي ميكر عند الاهلي كذا تغيير وكذا حل، يعني لهم حلول، لهم حلول يقدروا يغيروا في النتيجه بتاعه الجيم.
اعتقد الزمالك يعني 5-6 لعيبه يا كابتن خالد. 5-6 لعيبه كابتن مهاني. عندنا مودي الجرحي في البوينت جارد، وعندنا كمان رامي جنيدي، وعندنا اتنين ولاد 18 سنه. تمام. تتوقع النهارده بدايه المباراه بالنسبه لكابتن خالد يحط في البوينت جارد لعيب صغير زي مودي او عمر طارق، ولا يبدا بمودي او يبدا برامي جنيدي؟ الحقيقه انا شايف ان غالبا طارق ممكن هيبقى يختار عشان يشوف الجيم الاول. مش هيبدا بكل قوه الضربه بتاعته، يعني مش هيغامر بطارق الغنام. هيحط محمد عدلي. انا مش عارف سيف سمير احتمالات بنتكلم على صانع الالعاب. صانع الالعاب مودي غالبا هيبدا الجيم. يعني اللي انا شايفه، لان هو عنده احتمالات كتير. خد بالك انت عندك حاتم بحيري بيسوق ملعب، عندك كريم الدهشان بيعرف برضه يطلع الملعب. يعني هو اختياراته في البوينت جارد مش شرط انها تكون بوينت جارد صرف، احنا عندنا البوزيشنات بتلعب واحد واثنين. واحد واثنين دول دايما تحكم بتاعهم بيقعدوا يغيروا مع بعض، بيغيروا مع بعض، فكل واحد فيهم عنده القدره ان هو ايه يسوق الملعب، يعني يطلع الملعب ويبتدي ايه الشغل بتاع المدرب على ارض الواقع. طبعا مودي يعتبر من القدامى دلوقتي موجودين في الفرقه. هي طبعا هي وسياسه طارق هيحب الاول في اول 5 دقائق ان هو يستعرض قوه الزمالك ويشوف فكر كابتن عصام ابو حميد هيكون شكله عامل ازاي. دي صوره من ارض الملعب قدامنا من صاله الامير عبد الله الفيصل، وبدايه تسخين للمباراه بالنسبه لفريق الاهلي والزمالك. انا شايف ان هما الفرقتين غالبا غالبا هيبتدي الاول مش بكل قوتهم الضربه، هيبتدوا علشان يشوفوا الفرقه اللي قدامه نازله ازاي وبتلعب ايه. طريقه اللعب هتبقى شكلها عامل ازاي، ومن خلاله هيبقى في تغييرات زي ما احنا شايفين على شمال الشاشه. الاهلي والزمالك الفرقتين بيصلوا مع بعض صلاه المغرب. فضلك ده طبيعي طبعا بالنسبه لنا احنا كلنا وصلت كره سله واحده، في تنافس جوه الملعب، انما خارج الملعب كل العلاقات بتكون طيبه جدا جدا. جوه الملعب يا كابتن هاني جوه الملعب بنقطع بعض، انما بره الملعب موضوع تاني. اكيد كابتن خالد، اثنين محترفين امريكان، تودو براين في الاهلي وتيرل ستوجلن في نادي الزمالك، وصراحه الراي العام بيقول ان ستوجلن اللعيب الامريكاني بتاع الزمالك قوه ضربه في نادي الزمالك بطريقه كبيره جدا. بص هو انا يعني هو الاهم من ان هو قوه ضربه، هو مناسب. يعني انا اللي انا شايفه ان النادي الاهلي اختياره صح في النزل المحترف، دي وجهه نظري، لان هو محتاج البوزيشن ده فعلا، والزمالك هو برضه محتاج البوزيشن ده لان عنده تحت الباسكت في انس جاي من الان سي دبل اي، معاه كيجو، معاه محمد صلاح، فعنده تحت وفره، فهو محتاج واحد بريمتر بره يقدر ان هو يجيب سكور، لان واضح ان المجموعه اللعيبه اللي بره عنده حديث السن، فيهم ناس تالنت ولعيبه كويسين، بس هو محتاج حد تقيل بره، فعشان كده هو جاب اختياره مظبوط ان هو يجيب واحد بره. بالنسبه للاهلي البوزيشن ده مظبوط وصح، لان احنا عندنا بره مجموعه من اللعيبه الممتازين والخبرات، فمحتاجين تحت واحد مع طارق الغنام ومع السلعاوي وسيف سمير، واعتقد ان الاختيار مظبوط لان نسبته عاليه. الراجل بيعمل شغل يعني ما فيش حد في الاهلي بيعمل زيه. ومحتاجين كلامه بصراحه تمام. هو بيقولوا في الميديم شوت هو اقوى، يعني هو قوي جدا قوي. لكن الثري بوينت بالنسبه لستوجلن حاجه قويه جدا برضه. بص انا يعني هنبص نلاقي مثلا احنا عندنا بره عندنا الجمال كويس، عندنا رامي جنيدي، عندنا ابو النصر، عندنا مودي، البحيري، كل المجموعه اللي بره عندنا كلهم شوترز عندنا. فانا مش يعني مش طارق الغنام بيشوط 3 بوينت كويس، فما يعني انا بالنسبه لي تود براين ان انا عندي شورتج بصراحه في لعيبه التحت اللي عندنا في من الميديم شوت. ميديم شوت ما عندناش، لا هو عنده شغل عالي وبيعمل فيد اواي وبيقدر يجيب، زائد ان هو الريباوند بتاعه كويس جدا والديفنس بتاعه معقول برضه، فلا هو اختيار مناسب جدا ان البوزيشن ده واللعيب ده انا شايف ان هو مؤثر في نتائج النادي الاهلي. مؤثر في نتائج النادي الاهلي. اتفق مع الكابتن خالد تماما تماما في الراي ده. في الراي ده تماما يعني. كابتن عمرو احمد السلعوي عمل ماتشات قويه جدا. تمام. بنعتمد عليه اعتماد كبير في المباريات. في مباراه النهارده لازم طارق خالد يعتمد عليه جوه الملعب؟ طبعا. اولا هنتكلم في الدفاع. كويس. في الدفاع هو هيلعب على انس اسامه، وانس اسامه برضه نفس الحاله بتاعته او نفس الكونديشن بتاعته. فلازم واحد خفيف او بيفوت خفيف يلعب على انس.
احمد بالنسبه للهجوم بتاع احمد زي ما احنا شايفين قدامنا دي مباراه الاهلي والقناه لقطات منها في الدور التمهيدي. اتفضل يا كابتن عمرو. فبالنسبه للهجوم احمد عنده حلول ويقدر يعدي ويعمل كمان ميس ماتش لو حصل اي بي كنترول عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه احمد داشر كويس قوي وطويل، فلما بيعدي من واحد بيوصل الحلقه بسهوله. المتابعه بعديه بتبقى اسهل ما يبقى لعيب قصير وبيخش. فاحمد السلعاوي انا اعتقد النهارده يعني هيعمل حاله كويسه ان شاء الله. هيعمل حاله كويسه. كابتن هاني شايف قوه نادي الزمالك، قوه نادي الزمالك تحت الباسكت ولا من خارج الدوائر من الشوط من خارج او الميديا؟ هو عنده الاحتمالين يعني. عنده انس بيلعب برضو، انس لعيب خفيف. هو انس محور، انس اسامه. انس بيلعب بوزيشن 4 ما بيلعبش 5 يعني بيلعب اكتر انه جاي من جري بيستلم الكوره بيخش على الباسكت لانه خفيف وطويل. طويل طويل يعني، هو الراجل ما شاء الله 2 متر و7 ولا 8 17 ولا حاجه زي كده 17. فالراجل طويل وخفيف وبيجري، ده عنصر بيبقى اسيت كويس جدا بالنسبه لاي فرقه. المقابل له يمكن احمد السلعاوي ما بيلعبش بوزيشن 4 بس، احمد السلعاوي بيلعب على 4 و3 يعني. على برضه مع عمرو بتاع ده على مطارق بيختار انه يلعبه في بوزيشن 3 او 4 لو بيبقى عايز ان هو يطول الملعب يعني، يخلي كل العناصر اللي موجوده من الاهلي طويله ويحصل معاه ميس ماتش ينزله في بوزيشن 3 لان احمد سلعاوي برضه لعيب طويل ولعيب بيعرف يستلم بظهره ناحيه الباسكت وبيلف ويخش على الباسكت. يمكن هو اللي بيعيب احمد سلعاوي شويه بس مساله الشوطه، عنده النسبه قليله انه ما بياخدش الفرصه انه يشوط يعني، بيحاول دايما يوصل بالكوره لغايه الحلقه. ده بيعوضه لو هو بيلعب مع تودو براين، انه تودو براين لو كل استلامه من على الميديوم بيبتدي يشوط وعنده نسبه عاليه يعني. الراجل دايما بنسبته يعني، اللعيب ما تيجي تقيس نسبه يعني من كل 10 شوطات بيجيب كام، هتلاقي تودو براين هتلاقي في النسب العاليه جدا يعني، هتلاقي البرسنتج بتاعه عالي جدا في الاريا دي. تيجي تقلب على نادي الزمالك، نادي الزمالك برضو الواحد برضو اتفرج لهم على كذا جيم، عناصر القوة الضربة بتاعته تحت الباسكت هي مصطفى كيجو، انه تقيل لعيب قوي، لعيب عنده انه يوصل للباسكت جسمانيا اقوى من اللي قدامه. مصطفى مكاوي مصطفى كيجو يعني كيجو ده الاسم الشهرة بتاعه، ده اسم الشهرة بتاعه انت حافظ كل اللعيبة بصراحة. فهو قوي بدنيا يعني، ده ما يميزه انه هو قوي بدنيا، فبيعرف يستلم وبيروح بالراجل اللي وراه اللي عامل عليه ديفنس. اللهم الا طارق الغنام، لان طارق برضه ما شاء الله هو يعتبر من اقوى اللعيبة في مصر اللي بتعمل دفاع. فطبعا نتمنى لطارق التوفيق النهارده، انت عارف طارق برضه مشاركاته ما بتبقاش بالوقت الطويل. طبعا اكيد كلنا ثقه في ان الكابتن طارق خيري هيشارك بيه في الوقت اللي هو شايفه مناسب بالنسبه للجيم. الوقت المناسب، الوقت المناسب تمام. يعني هو طارق لازم تتوقع منه ان هو هيشيلك في الجيم، بس ما تقدرش تضغط عليه من 40 دقيقه. من 40 دقيقه حرام ما يقدرش. فانت النهارده الاوقات اللي هينزل فيها طارق هيكون فيها الغلبه والسياده اللي بالنسبه لنا كريبان اوفنس وديفنس يعني. احنا كمان المهم عندنا الديفنس جدا، بس عندنا في الاوفنس مع وجود طارق، احمد السلعاوي، تود اوبراين، دي عناصر كلها طويله كلها فوق ال 2 متر بشويه، فبيقدر ان هو ياخد كل الاستحواذ بالكرات ايه اللي موجوده. كابتن عمرو، كابتن خالد قال ان في خبره والشباب خبره النادي الاهلي والشباب لنادي الزمالك، الحته دي جوه مستوى اللياقه البدنيه يعني اكيد في فارق في الموضوع، رايك ايه؟ هل الخبره تتغلب ولا الشباب والحيويه والسرعه والمهاره؟ اتفضل. الخبره في مواقف خاصه في الجيم دي هتفيدك، بس احنا بنلعب باسكت كويس، فلازم تكون الحاله البدنيه بتاعتك كبير صغير لازم تكون واحده. كنت انت كبير او صغير في السن، وبعدين احنا ما بنتكلمش في سن كبير في النادي الاهلي ولا حاجه، احنا ما فيش الا طارق. كان انت بعد طارق الغنام، لكن انت بتتكلم في 32 سنه لغايه 26 و23 سنه. ففي برضه مستوى يعني في السن قليل مش كبير بالنسبه لنادي الزمالك. نادي الزمالك في يعني السن بتاعه صغير وخبراته اقل شويه، بس في ناس خبراتها عاليه يا كابتن خالد يعني. اتكلم على تريل طبعا خبرات كبيره جدا، انا اسامه، مصطفى مكاوي، ده بالنسبه للخبرات. كابتن خالد، دفاع نادي الاهلي، دفاع نادي الاهلي شايفه من وجهه نظرك النهارده نقدر ندافع نادي الزمالك ازاي؟ بص، أنا وجهة نظري إن دفاع النادي الأهلي من أحسن الدفاعات اللي موجودة في دوري كرة السلة، وسواء هو ولا
زي ما احنا شايفين قدامنا النادي الاهلي وبدايه التسخين قبل المباراه تقريبا اهو من ارض الملعب تقريبا ثلث ساعه ونروح للملعب المباراه باذن الله. وزي ما انت عارف ان في كره السله مفيش دفاعات ثابته، يعني انت لازم تغير دفاعاتك ما بين مان زون ماتش اب زون، حتى في المان تو مان ما بين بريشر وساج، ما بين فول كورت مان تو مان وما بين فول كورت زون. فالاثنين مدربين بيتميزوا بالكلام ده، يعني سواء كابتن طارق خيري او الكابتن صباح حميد، الاثنين بينوعوا في دفاعاتهم لان هي دي الطرق اللي انت بتقدر تعمل مفاجاه بالنسبه للفرقه اللي قدامك، على بال ما انا اخد لي مثلا هجمتين ولا حاجه لغايه لما انا اقدر ان انا يعني العب على نوع الدفاع ده، بيبقى انا خدت لي ادفانتج شويه 2 3 بونت، ده لو كان الدفاع متوفق. هل انت حضرتك شايف ان الدفاع المان تو مان من بطول الملعب ده مش ارهاق على لعيب النادي الاهلي النهارده؟ هو دفاعات النادي الاهلي في المان تو مان بطول الملعب انا شايف خلال المباريات اللي الواحد متابعها ان كابتن طارق خيري بيقدر ان هو يختار التوقيت، ليها توقيت، ليها توقيت، لان انا ما اقدرش العب بالطريقه دي طول الماتش. فانا لازم يعني انت بتحمل اللياقه البدنيه بتاعتك خلال الماتش ما بين انواع الدفاع دي، ما بين ان انا هلعب ساج او العب بريشر او العب مان او العب زون. فكل حاجه ليها اختياراتها سواء في التايم خلال الماتش او النتيجه هي بتجبرني في وقت من الاوقات ان انا لازم اختار نوع دفاع معين، او ظروف الماتش ان في لعيب انا مش قادر اوقفه فلازم العب عليه مان تو مان، او ان انا لازم العب زون معين علشان خاطر ان انا اقدر اوقفه. فالاثنين مدربين والفرقتين بينوعوا في دفاعاتهم، ودي هيخلينا نتفرج على ماتش جميل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن عمرو، اختراقات لعيبه الاهلي للوصول الى الباسكت، شايف منين الجنب اللي يقدر الاهلي يخترق يقدر يسجل منه نقاط كتير في الباسكت النهارده؟ بص يا كابتن خالد، طارق خيري بيلعب سيستم كويس جدا وصعب على اي دفاع. خلينا نخش على سيستم طارق. طارق بيلعب باربعه، والاربعه كلهم زي ما احنا اتفقنا مع كابتن هاني وكابتن خالد الاربعه شويطه، فهو محتاج يلعب على اللعب دوت، يلعب على اللعب دوت زي ما حضرتك بتقول، لازم يخترق من اي جنب، اي جنب كان، حتى ممكن من نص الملعب، من كامبل ميكر او مش كامبل ميكر، عنده كتير قوي يقدر يعملوا الاختراقات دي. عنده ابو النصر لعيب كويس جدا، عنده الجمال، عنده رامي جنيدي، عنده مودي الجرحي يقدر يخش ويعمل كيك اوت وشوط ناس كتيره. عندك المحترف بتاع الاهلي شويت، حتى البيفوت اللي انا قصدي اقوله يعني اللي هو المفروض ما يبقاش شويت، لا عنده، عنده طارق غنام بيشوت، ممكن اللي هو يبقى صعب في الشوتينج بس هو اللي هيبقى السلعاوي زي ما الكابتن هاني قال، لان هو ما عندوش برزنتش او عنده نسبه في الشوتينج. لكن احنا عندنا شويت كتير، عندنا ناس بتعمل بنتريشن. يعني النادي الاهلي النهارده بيعتمد، كابتن خيري بيعتمد على الشوت من خارج المنطقه بتاعت الباسكت. ما ينفعش في باسكت شوت بس يا كابتن خالد، ما ينفعش. طب خلينا هنقف عندها. خلينا نروح للزميل شريف شعبان من ارض الملعب عشان نشوف معاه لقاءات ايه من ارض الملعب. زميل شريف لك الكلمه. تحياتي ليك كابتن خالد ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. دوري سوبر السله نتمنى باذن الله يكون الفوز الرابع النهارده للنادي الاهلي على طبعا الغريم التقليدي نادي الزمالك. من ارض الملعب معي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره الباسكت الكابتن محمد فتحي، بقول لك اهلا بيك وتحياتي كابتن خالد العودي ليك وضيوفه وكل مشاهدينا. اهلا بيك ونحيي كابتن خالد العوضي وجميع الضيوف الحاضرين، وان شاء الله النهارده مباراه نشوفها مباراه جيده. النهارده الاهلي والزمالك هما متعادلين في النقط على بطوله الدوري، طبعا لسه المشوار طويل بس من الاول كده يعني هما الاثنين مقدمين اداء متميز السنه دي. الاهلي خد بطوله الدوري المرتبط، والنهارده الزمالك برضو استعان بلاعب محترف امريكاني يعني ذو خبرة كويسة وذو لعب كويس، وبرضه مع أنس برضه من نجوم الكبار في دوري كرة السلة، فهنشوف مباراة جيدة. وطبعا ده طبع مباراة كرة السلة كلها ما بين الأهلي والزمالك، بيبقى فيه منافسة يعني منافسة غير تقليدية أو منافسة قوية جدا في المباراة، ومتعرفش مين الفايز فيها مهما كان يعني مستويات كل الفرق. ده
الاتحاد المصري يمكن الدوري قوي السنه دي بجد يعني فرقه على اعلى مستوى والاهلي بيكسب كل مبارياته والزمالك بيكسب كل مبارياته ايضا قمه النهارده في الملعب. الاتحاد مركز يخرج بطوله تليق باسم الاتحاد المصري لكره الباسكت. مظبوط احنا السنه دي مهتمين جدا ببطوله دوري السوبر وطبعا من اول السيزون احنا كنا دخلنا نظام الاحتراف تاني في الباسكت باستخدام لعيب اجنبي محترف ده برضو زاد من قوة الدوري المصري وبرضو بالإضافة للأهلي والزمالك السنة دي في فرق برضو ذات مستوى كويس زي الاتحاد السكندري برضو بين منافس قوي السنة دي على الدوري فإن شاء الله هو ده اللي احنا بنسعى عليه وإن شاء الله يكون اللي احنا عملناه يرضي الجمهور ويرضي كل اللي بيمارسوا لعبة كرة السلة. المدرب منتخب مصر خلاص استقرنا عليه؟ هو احنا استقرينا على مدرب اجنبي طبعا قدامنا كذا اختيار مع المساعدين بتوعه يكونوا مصريين واحنا بنحاول يكون المدرب الاجنبي ده يعني مش للدرجه الاولى بس بيكون للقطاع كله للاتحاد يعني بحيث ان هو نقدر نعلى مستوى كره السله في مصر ومنتخب مصر كره السله. شكرا العفو كابتن. مستمرين كابتن خالد معي مدرب طبعا النادي الاهلي كابتن الجرحي. نقول لك اهلا بيك على شقه النادي الاهلي واحنا على هواء مباشره طبعا تحياتي كابتن خالد عوضي ليك وضيوفه. مباراه قمه اهلي زمالك. الاهلي ما شاء الله كسبان مبارياته والزمالك ايضا كسبان مبارياته باذن الله يكون الفوز الرابع النهارده حليف النادي الاهلي علشان يفضل على الصداره باذن الله وياخد اللقب باذن الله. طبعا مرحب كابتن خالد العوضي ومش عارف مين معاه في الاستوديو بس مرحب بضيوفنا كابتن هاني وكابتن خالد. لا ان شاء الله النهارده باذن الله ماتش مهم جدا بيحط واحد فينا على صداره الدوري. ان شاء الله يكون الفرقه النهارده في الميعاد يعني اللعيبه كلها في التوب فورم بتاعها وتادي ان شاء الله الاداء المعتاد ليهم ونفوز بالمباراه ان شاء الله. خالد ليك استفسار يا كابتن خالد؟ سامعني؟ سامعك يا كابتن اتفضل يا كابتن. شريف عايز اسال كابتن احمد الجرحي الاستعداد لمباراه زي الاهلي والزمالك النهارده على صداره دوري السوبر يقولوا ايه عليها لان ما شاء الله ثلاث مباريات فوز النتيجه مرضيه جدا لجماهير النادي الاهلي استعدوا ازاي لمباراه النهارده؟ كابتن خالد العوضي بيقول لك مباراه على قمه النهارده طبعا الدوري السوبر استعدتوا ازاي لهذه المواجهه الهامه بعد الفوز على الثلاث مباريات اللي فاتت؟ والله هو بداية دوري السوبر واحنا بناخد كل ماتش لوحده كمباراة كؤوس لان طبعا هيبقى اللي هياخد مركز اول او تاني او ثالث بالذات ثلاث مراكز دول هيفرق معاه في مرحلة البلاي اوف بعد كده. فكابتن طارق يعني وزع الحمل في الثلاث مباريات اللي فاتوا على الفرقة ككل لان طبعا انت عارف احنا كمان 7-8 ايام هتلاقيك دادي على طول في مباراة افريقيا دور ال 16 فحاولنا نجهز معظم اللعيبه ما عندناش غير غياب واحد طبعا هو غياب مؤثر لسيف سمير لان سيف بالذات في مباراه الزمالك بيبقى ليه وظايف مختلفه عن بعض اللعيبه بس ان شاء الله اللي موجود ان شاء الله يكون يعني خير سند مكان سيف وان شاء الله يؤدي نفس الاداء سواء محمد العدلي برغوثه معاهم طارق الغنام بخبرته فان شاء الله الدنيا تعدي ان شاء الله النهارده بشكل كويس. تمرين كان على فترتين لبعض اللعيبه صبح وليل وبالليل كان كل تمرين تقريبا تمرينات خططيه كلها على طريقه لعب الزمالك على طريقه هنلعب عليهم ازاي دفاعاتهم هجومهم وان شاء الله يا رب التعليمات تتنفذ بشكل كويس النهارده ويكون ان شاء الله مباراه كويسه. باذن الله باذن الله نبارك لك بعد الماتش باذن الله ان شاء الله باذن الله. شكرا لك كابتن. كابتن خالد دي كانت لقاءاتنا مع طبعا كابتن محمد فتحي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره الباسكت طبعا الكابتن جرحي مدرب النادي الاهلي بدعواتنا ودعوات كل الاهلاويه باذن الله يكون الفوز الرابع النهارده حليف النادي الاهلي ويفضل على الصداره كالعاده. لك الكلمه مره اخرى كابتن خالد اتفضل. اشكرك زميلي الشريف شعبان من ملعب النادي الاهلي وصاله النادي الاهلي الامير عبد الله الفيصل. يعني كابتن هاني زي ما احنا شفنا الزميل شريف شعبان لما عمل لقاء مع كابتن احمد الجرحي في نقطه مهمه بس لازم اسالك عليها. وقفنا عند ان في بطوله افريقيا كمان 10 ايام تمام مباراه الزمالك النهارده وبطوله افريقيا حاجه مهمه لانها تكون مؤهله للادوار النهائيه. نعم الموازنه ازاي هنا؟ والله هو الموازنه ان انا ما غامرش لان بيني وبينك برضه هو يعني يمكن احمد الجرحي اللي هو بيقوله في الاخر ان احنا نوصل للبلاي اوفس دي فترتيبك من 1 ل 4 مش هتفرق المهم تبقى جوه الاربعه
يعني بمعنى ان انت هتوصل للبلاي اوفز ان طريقه السيستم بتاع الدوري نفسه ما اشترطش انك تبقى الاول في المرحله دي. يعني انت ماشي اول ده شيء جيد وشيء طبعا ما احنا مبسوطين بيه. انت عايز تكون في الاربعه الاوائل بس. انا بس ده اللي يعنيني يعني. ده تارجت. ده تارجت يعني بالنسبه لطارق برضو مش هيبتدي يغامر بلعبته، لان انا طبعا بالنسبه لنا مهم جدا بطوله افريقيا النهارده، لان انت بطوله افريقيا اللي انت هتلعبها ده الليج بتاع ال 16 اللي يوصلك ان انت تلعب الفاينلز، ان انت توصل تلعب نهائيات بطوله افريقيا. بالتالي برضو النادي الاهلي له طموحات في ان هو ينظم البطوله دي هنا في مصر. فلو انت قدرت النهارده ان انت توصل في الـ في الـ في, الـ في المرحله دي انك توصل لنهايات بطوله افريقيا بتقدر تنظمها هنا، طبعا النادي الاهلي متهيألي يعني هيبقى عنده طموح ان هو يجيب البطوله هنا ونكسبها برده مره تانية، لان احنا الحمد لله توفقنا في البطوله اللي فاتت وكانت اول مره فريق في مصر ياخد بطوله افريقيا. نتمنى دايما للنادي الاهلي الرياده ونتمنى البطوله تكون عندنا. جمهور الاهلي في مباراه الاهلي والزمالك لو قعدنا نقول عندنا بطوله افريقيا هيقول لك لا لا انت بتقوله ايه؟ ده ماتش اهلي وزمالك. موافقك. انا برضو بالنسبه لي ماتش اهلي وزمالك لا يعني لا تنازل عن ان انا العب عشان اكسب، ما بتكلمش في حاجه تانية. انما ما غامرش يعني، لو عندي لعيب مصاب مش هدوس عليه عشان المغامره في اللعيبه المصابين. ان انا اللعيب عندي مش واثق في ان هو هيكون كفء 100% ما العبش بيه، لان ما عنديش احتياج ان انا ايه يعني مش دي نهايه البطوله. ده احنا بنبدا خطوه على الخطوات، احنا بنلعب اهلي وزمالك سبق ولعبنا، يعني مش دي اول مباراه حتى في الموسم، دي المباراه نمره 3 احنا كسبنا واحده هم كسبوا واحده وكان ليها ظروفها، لان احنا كنا الواحده اللي هم كسبوها كنا احنا خلاص كسبنا ماتشين الشباب الصغيرين، فما عندناش احتياج ان ندوس برده بشكل قوي، فبالتالي برده ما اهتمتش انك تكسب المباراه او ما دخلتش بكل قوتك يعني. بالتالي النهارده برده بس النهارده مباراه هي على 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 زعامه الترتيب في الوقت الحالي بالنسبه لدوري الاسبوع الرابع. الاسبوع الرابع تمام. كابتن عمرو تتفق ولا تختلف مع كابتن هاني؟ لا انا اختلف طبعا، هو طبعا استاذي بس انا اختلف ده اختلاف عادي يعني. بص يا كابتن خالد، احنا يعني احنا اتربينا اللي احنا ما بنخسرش. يعني طبعا انت عارف في نقطه بس عشان يبقى الكلام ده هرد على كابتن هاني ما قالش لا يعني او نريح او ناخد واحد لا 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 المصابين بص يا كابتن خالد، لو عندنا مصاب بلاش نغامر بيه. اوكي بس ماشي. بص يا كابتن خالد اتفضل، احنا انت حضرتك قلت هنلعب كمان 10 ايام، هو مزبوط. هو يوم 8 و9 و10 2 ان شاء الله كويس تمام، يعني قدامنا اسبوعين تمام. تمام هنلعب 3 ايام البطوله 3 ايام بتاعت افريقيا، احنا عندنا الدوري السوبر شغال فدوت اللي احنا شغالين فيه ببلاش من غير نقط، هو احنا بنتكلم في رينك او ترتيب كويس، بس ده يبقى اعداد كويس جدا لبطوله افريقيا يا كوتش كويس، خصوصا ان احنا مش هنقدر نسافر او هنقدر نعمل اي احتكاك مظبوط. فالماتش والماتشات الحمد لله كلها لا كلها قويه، كلها قويه وفي نفس النمط بتاع الفرق اللي احنا لعيبه في افريقيا، فيها برضو محترفين وفيها لعيبه فدوت انا شايف اللي هو اعداد كويس. بالنسبه بقى اللي هو الدوري السوبر يا كوتش، لا احنا لازم طبعا نكسب اول او تاني، لان انت هتلعب اسهل وبالنسبه لك برضو في الروتيشن او في التاهيل لفرقتك اسهل الاسد. ما انت لو قلت الاول هتلاعب الثاني. قول لي مين اسهل؟ ما هو انا لسه ما كنتش لسه كابتن خالد لسه شايف ان في اسهل. طبعا كابتن خالد خصوصا لما هترد على ملعبك. انا هفصل لكم بقى الامور اهو. كابتن خالد اتفضل يا كوتش. كابتن خالد هم الاربعه الاولانيين زي بعض، مفيش اسهل من بعض يعني، سوري مش اصعب من كده يعني. اعتقد انا مع احترامي لكل الانديه اعتقد ممكن يكون نادي مصر للتامين هو، لكن هو في المركز السابع حتى كسبان سبورتنج يا كابتن خالد، كسبان سموحه وسبورتنج لكن يعني الموضوع شكله ازاي؟ رايك ايه بصراحه؟ بص انا هقول لك على حاجه، هو التاريخ بيتكتب بالبطولات بيتكلم يعني ما بيتكتبش بالماتشات تمام. فانا نمره هدفي في نمره واحد البطوله، ويمكن احنا شفنا ولو ان انا برضو يعني كنت في الاستوديو التحليلي وقتها وما كنتش مبسوط، انما لما شفنا ماتش الاتحاد الثاني الاهلي خسر وفرق 43 بونت الواحد كان متضايق قد ايه، انما جينا في الاخر قلنا والله يعني يمكن كان عنده حق في الموضوع ده، هو ادرى بفرقته يعني طارق خيري ادرى بفرقته. لما نيجي نبص على الفرق هنبص نلاقي ان في المركز الاخير سموحه. هل سموحه فرقه ضعيفه؟ لا طبعا مفيش جدا. فانت بالنسبه لك فرقه سموحه انت كنت مغلوب منها فرق 14 بونت وكان ناقص 4 دقايق وقدرت اللي انت تجيب الماتش تاني. فانا مع برضو
ان كل ماتش مفيش في الباسكت حاجه اسمها انا نازل اخسر. انا بنزل انما انا بكاتشن كاتشانتي حسب ما انت بتكاتشن ماتش وبتكاتشن بطوله. فانا كاتشانتي على البطوله ان انا حسب الفيزيكالي والاصابات اللي عندي شكلها ايه. عايز اخد منهم اكبر نتيجه واحسن نتيجه بس بحيث ان انا ما اتضرش بعد كده. هو في نقطه ثانيه والنقطه دي هتصعب الماتش ده على الاهلي شويه. ان انت الثلاث ماتشات اللي باقيين لك سبورتنج جزيره اتحاد قبل ما تلعب يعني قبل افريقيا انا عشان كده بقول لحضرتك فانت برضو لازم اللي انت تعمل نتيجه ايجابيه ماتش النهارده والماتشات الثلاثه اللي جايين علشان تقدر اللي انت تديك دفعه. بس برضو هرجع واقول لك ان في البلاي اوف ممكن اي حد يكسب اي حد. بس يعني زي ما بقول لك كده انت بتكاتشن بطوله ما بتكاتشنش ماتش. خلاص خلينا نقول ان مباراه الاهلي والزمالك لا تقبل اسبع على اثنين بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، هي المكسب ثم المكسب ثم المكسب. لكن النهارده زي ما احنا شايفين عندنا لسه الاتحاد السكندري، عندنا سبورتنج، عندنا نادي الجزيره، مباريات مهمه جدا وبعد كده بطوله افريقيا. خلي المدير الفني يخوض المباراه، لكن احنا متاكدين كلنا وكلنا متفقين جوه هنا في الهواء ان النادي الاهلي بيلعب على بطوله وبيلعب على فوز على مباراه الاهلي والزمالك. خلينا نطلع لتشكيل الاهلي النهارده من وجهه نظر المذيع خالد العوضي وناخد راي الساده الكباتن الموجودين معانا. تشكيلنا النهارده تشكيل متوقع: مودي الجارحي، كريم الدهشان، احمد السلعوه، طارق الغنام، محمد ابو النصر، ومعانا بره على الدكه كابتن ابراهيم جمال، مصطفى مشعل، احمد علي برغوثه، تودو ابراهيم، رابي جليدي، سيف سمير، مؤمن ابو العنين، مصطفى الشافعي، محمد عدلي، حاتم البحيري. كابتن هاني بص ايه رايك في التشكيل يعني هو ده التشكيل يخوض بيه المباراه، يعني في بعض اوقات المباراه هيكون التشكيل ده موجود. انا يمكن اختلف بس في طارق الغنام انه هيبدا او مش هيبدا. انا متهيألي ممكن هيبدا محمد العدل لغايه ما نشوف بس الدنيا فيها ايه. بحب طارق الغنام شويه، انا بحب طارق عشان كده نزلته الملعب. ممكن برضو يعني اختيار حاتم البحيري انه يبدا او ما يبداش يعني مكانه ابو النصر. تخرج مين من التشكيل اللي احنا قلنا عمله؟ انا خرج طارق دلوقتي كويس. يعني برضو ما ابداش بطارق اديله شويه وقت، و الباقي كله ممكن يبدا او ما يعني ما في لا خلاف ما لا يحدث لا ضرر ولا يعني مش. طب انا هقول لك الاسماء. طارق الغنام هيخرج وينزل مكانه مين؟ محمد العدل وكريم الدهشان، ممكن حاتم البحيري مكان كريم الدهشان، مكان كريم احمد السلعوه، لا السلعوه يبدا مودي الجرحي يبدا ناصر الخامس. خامس كان مين؟ ابو النصر. ما انت عندك انا عايز حاتم البحيري برضو. حاتم من الناس اللي متالقه في المرحله اللي فاتت مع النادي الاهلي، فبدايته للجيم برضو بتدي لك ان في حد عنده ثقه كويسه وعنده ثقه ملعب كويسه ويقدر يروح على الباسكت، مش هيكون هايب لان هو راجل واخد بوش كويس، واخد تدعيم كويس. فيا هو يا ابو النصر يا اما يا هو كريم الدهشان. خلينا نشوف كابتن نبيل كابتن خالد بخيت. معلش كابتن واحد معانا يعني نبيل معانا طبعا حبيبي كابتن خالد، رايك ايه في التشكيل المتوقع؟ يعني ده تشكيل احنا حطيناه، رايك ايه في التشكيل؟ تشيل مين وتنزل مين؟ بص هو هقول لك على حاجه، احنا يعني خلال مسيرتنا كده في الملاعب شويه ان انت ممكن تنزل بتشكيل مش متوقع. كان الكلام ده بيعمله الله يرحمه كابتن عادل صبري. كنا مثلا كان ماسك الجزيره، احنا ننزل في الاهلي بالفول تيم بتاعنا الفول باور بتاعنا ونبص نلاقيه هو منزل ناس مع يعني ايه مش هم الاساسيين، يستنزفنا وبعد كده يبتدي يطعم شويه في شويه اللعيبه الاساسيه بتاعته. الحمد لله احنا في الوقت ده كنا فرقه تقيله، فكان يعني الحمد لله كنا بنكسب، بس كان فعلا بيقدر يستنزف الباور بتاعنا شويه. فاهم حاجه ثقته بقى في اللعيب اللي هو منزله، هل هو هيقدر يؤدي له الاوفنس بتاعه مظبوط؟ هل هو في الديفنس بتاعه هيقدر ان هو يوقف؟ انا من وجهه نظري ما يعني بصراحه اللي بره النادي الاهلي كلهم او اللي جوه النادي الاهلي كويسين ويقدر يشارك باي حد.
حتى لو انت خدت ريسك شويه في البدايه، انما انت برضو عندك اللي انت تقدر ان انت توقف الكلام ده وتقدر تنزل اللعيب اللي يقدر يعوض. وخصوصا يعني انا مش بتا يعني انا من وجهه نظري اي خمسه في النادي الاهلي في اي بوزيشن ممكن يبتدي، بس مش هم اللي ينهوا. مش هو اللي ينهوا، مش ينهوا. هيحصل تغييرات كثيره اكيد، يعني اكيد هيحصل تغييرات. انت الفول باور بتاعك المفروض تنهي بيه. الستارت مين ده مش فارق قوي طالما كلهم في نفس الليفل بتاع المستوى. تمام يا كابتن عمرو، قلت لي ان دكه الاهلي دكه قويه اقوى، يبقى اكيد عندنا خمسه نقدر ننزلهم الملعب عشان تبقى الدكه قويه، ولا انت رايك ان الفرقه كلها؟ بص يا كوتش، هي اوراق اوراق اوراق. خلينا نقول ممكن لو انت النهارده المدير الفني للنادي الاهلي تنزل مين في ارض الملعب في اول خمسه؟ انا هبتدي بتشكيل دوت بس انا هشيل يعني مش هبتدي بطارق غنام، لان انا هحتاجه في اوقات معينه زي ما اتفقنا في سبيشال سيتويشن معين. لازم الجمال يكون في الملعب، ابراهيم الجمال وابو النصر، يعني ابراهيم الجمال على الجنب وابو النصر. وفي النص طبعا يعني واحد زي مودي الجرح صعب خبره زي دي يعني لازم ابتدي بيه طبعا. بس هيبتدي هو بعدلي محمد عدلي، وهيبتدي بالسلعوي اربعه وخمسه. واحد مودي، الجمال، ابو النصر. هو بيبتدي طارق، يعني هو بيحاور يا كابتن خالد، بيبتدي لك عشان يبوظ لك السيستم اللي انت نازل بيه، اللي انت نازل ككابتن عصام عبد الحميد بيبوظ لك شويه. انت عارف اللي هيبتدي زي ما عمرو قال دلوقتي الخمس لعيبه دول، فهو بينزل لك خمس لعيبه بمهمات مختلفه، فهو بيبوظ لك السيستم اللي انت عايز تعمله. هو بادئ، لو حضرتك بصيت هو بادئ بابو النصر. في ماتشات كتيره ما بداش بابو النصر كابتن طارق خالد، بس هو بادئ ليه؟ عشان هيمسك المحترف. لا هو ده ما توقعه، ده انا ده توقعك، ده توقعي الشخصي يعني. انا مش هنختلف عليه كتير، ما فيش اختلاف شخصي. انا ما فيش اختلاف معاك بس هي اوراق. انا دلوقتي هنزل خمسه زي ما خالد العوضي ينزل الخمسه دول. هو بيحاور كابتن هاني عبد الملك. تمام، ابوظ لك السيستم اللي انت عايز تنزل تلعب. انت شايف فلان فلاني دوت بيلعب كذا ومذاكره ومحلله كويس. هي كابتن هاني زي ما في خبرات جوه ارض الملعب وشباب، في خبرات من خارج الخطوط. تمام، بين ومنافسه شريفه بين كابتن طارق خيري مدير فني النادي الاهلي متمثل جيل الشباب، وكابتن عصام عبد الحميد جيل الخبره. مش شباب قوي يعني، لا 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 مش شباب. انا طارق شباب، طارق خيري خلاص داخل في 50 سنه. لا 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 طارق خيري لسه شباب. لا يعني يعني ايه يعني طارق اصبح عنده من الخبره، ما بقاش مدرب لسه نقول عليه شاب، يعني هو خلاص مدرب في مرحله متوسط العمر. عايز اخر حاجه بس عايز اوضح كلامك والله، كل ما اجيب سيره طارق خيري معاك ما بعرفش اتكلم واخد ودي معاك. طارق خيري ابنك حبيبي، يعني على حبيبي طول بصوا حبيبي هدف عنه ما هيش شك. فهو طارق يعني طارق هو بلاي ميكر ذكي اصلا، يعني هو في نشاته هو طالع كان لعيب يعني يجيد التعامل مع المواقف في الملعب، وكان بلاي ميكر ذكي. هو ما زال برضو كمدرب طارق بيعرف يقرأ الملعب كويس. فبعض الأحيان أنت كمشاهد بتبقى عندك توقعات وعندك حاجات، هو أدرى، هو اللي واقف على الخط، هو عارف ظروف فرقته، عارف ظروف لعيبته اللي موجودة. طبعا الكابتن عصام عبد الحميد برضو زميلنا وراجل إحنا تزاملنا في الفرق القومية معاه. أنا شخصيا تزاملت معاه في فرق قومية، وكان لعيب برضو مميز جدا في نادي الزمالك، وهو وقت ما كان لاعب كان لاعب شويط قوي جدا، بيعرف يدخل على الباسكت بشكل ممتاز جدا، كان له سمة شخصية. هو كابتن عصام في وقته يعني كان من جيل عمالقة الزمالك. برضو نادي الزمالك لازم برضو احنا كهلاوية حتى وان كان بينا تنافس شديد جدا، لكن لازم نقر برضو ان نادي الزمالك ده قلعة من قلاع الباسكت بول المصري. ناس انجبت لمصر لعيبه كتير جدا مميزين على الصعيد القومي، منهم عصام عبد الحميد كان لعيب مميز جدا حقيقه. كان جيل كابتن هاني وجيل كابتن خالد. لا جيل كابتن خالد يعني هو جيل اكبر مني بشويه في السن، لكن تزاملنا يعني. انا عارف انت تزاملت مع كابتن خالد اكيد طبعا. وكابتن خالد كان من نجوم وقته جدا، وكان لعيب متميز على اعلى مستوى يعني الحقيقه، يعني لانه لعيب برضه قومي ولعيب لعب كاس عالم ولعب اولمبيك جيمز. هتلاقينا معدودين مش كتير يعني اللي في مصر اللي عملنا كده. انا كنت صغير واتفرجت على كابتن خالد كتير قبل ما انت تلعب. طيب لا 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 انا برضه كنت صغير. انت لحقته خد بالك، مش فارق كبير منا في السن. بس كابتن خالد طبعا هو كان من اللعيبه المميزين جدا في النادي طبعا، دي حقيقه. كابتن خالد عايزك تحط عنوان للمباراه دي، تحط العنوان تقول عليه. انا هقول لك صراع الجوابره.
صراع الجبابره. الجبابره بس انا عايز اقول حاجه. هاني هاني من الشخصيات واللعيبه اللي انت وانت في الملعب تستمتع بيه. ده نص المعجزه بالظبط. سواء لا لا هو المعجزه كلها هو اللي عملها. سواء كصداقه او سواء كلاعب. انا عايز اقول لك ان هاني يعني انا بقول الكلام ده دايما ان اللعيب جه يعني اللعيب الوحيد اللي جه في مصر اللي إيه انت عارف ايه البيفوتات اللي بتلعب بظهرها. العصر ده انتهى وجه هاني اعاد العصر ده. لان انت لغايه دلوقتي برضه عايز اقول لك ان ما عندناش بيفوت في مصر صريح بيستلم الكوره بظهره وبيلعب وعنده الموف ان هو كده كده ياخد منك فاول ياخد منك باسكت يا اما هتنزل عشان تساعد عليا فانا هطلع الكره لفلان. يعني من احسن لعيبه ارتكاز اللي جت في مصر صراحه. ايوه الله يحفظك. بيصيروا دلوقتي. لا ده هو يشيل. اتمنى. يشيل. والله اتمنى. يشيل. اتمنى. انزل خد بالك اتمنى. ده انا هو احب جدا. انا عارف طبعا كابتن هاني. كابتن خالد حطيت عنوان للمباراه صراع الجبابره. ليه اخترت العنوان ده للمباراه؟ لسبب بسيط. الاهلي كسبان بطوله المرتبط. ماشي بخطى ثابته. الزمالك السنة دي ضرب الأندية الكبيرة. الزمالك يهمه الماتش ده قوي لأن هو هيديله دفعة جامدة جدا. والأهلي يهمه الماتش ده علشان هو ماشي عايز يمشي بالسيستم اللي عايزه طارق خيري إن أنا ماشي كده بهدوء بس عمال أحقق الأهدافي. إن أنا عندي ثلاث ماتشات جايين فأنا عايز أكسب الزمالك علشان خاطر اخش بعد كده وافكر في الماتشات اللي بعد كده. فالزمالك ليه دافع ان هو لو يعني لو حقق نتيجه ايجابيه السنه دي قصدي الماتش ده هيبقى عمل طفره كبيره نفسيا لعيبته وخد الثقه. زائد ان طارق خيري وفرقه النادي الاهلي ان ماشيين في طريقهم وان شاء الله ربنا يوفقهم النهارده باذن الله ويحققوا النتيجه الايجابيه اللي هم عايزينهم علشان يعني يستريح اكتر في الماتشات اللي جايه ويخش على بطوله افريقيا وهو مستريح نفسيا وعنده ثقه في لاعيبته ويكون الاداء افضل ان شاء الله. كابتن عمرو عنوان المباراه النهارده صراع الجبابره تتفق ام تختلف؟ انت قاعد هنا مختلف معانا في كل لا ما اقدرش يا كابتن خالد. اولا طبعا كابتني كابتن هاني انا لعبت مع استاذ كابتن هاني برضه لعبت معاه كنت عيل صغير كبير ولعبت طبعا مدرب وطبعا المدرب القدير طبعا يعني مثل الاعلى هو كان بيلعب كابتن خالد ده يعني هو عارف الكلام دوت طبعا وما اقدرش طبعا يعني. طب قول لي تتفق وتختلف مع صراع الجبابره؟ لا هو صراع الجبابره والمتعه والاثاره كل اي حاجه فيها اكشن. المتعه والاثاره طبعا. متعه والاثاره من اتجاه الاهلي ولا اتجاه الاهلي والزمالك؟ لا الاثنين عشان الاثنين. بص في اعلان كده بيجي لكره السله في الام بي اي يقول لك 10,000 سيزون ريزون اللي انت بتحب كره السله فعلاً هيبقى ده سبب من الاسباب اللي انت تحب الباسكت. طب كابتن هاني بس هقول حاجه يعني ايه على عمرو انه برضه لازم ياخد حقه. اتفضلوا اتفضلوا. عمرو صابر من اللعيبه اللي اخلاقها عاليه جدا اللي كان عنده ميزه مش عند اي حد. يعني هو عنده البنتريشن بتاعه كان عالي جدا لدرجه ان انا لما كان مثلا سواء في المنتخب ولا في الاهلي وان انا الامور تتعزم عندي والخطط تقف كنت اروح واقف واقول له يا عمرو واروح مشاور له كده بايدي يعني ايه اتصرف انت. فبرضه عمرو من اللعيبه الاخلاق عاليه وان شاء الله بنتوسم فيه مدرب قدير باذن الله في النادي الاهلي ومن الاجيال الجايه اللي ان شاء الله هنشوفه باذن الله حامل لواء النادي الاهلي باذن الله. يا رب. هي كلها باسكتبول على فكره يعني عمرو صابر وسيد صابر واحمد صابر الثلاثه لعبوا باسكتبول. احمد صابر من المدربين القادرين اللي في فريق الجزيره. لا لا ده هو اللي هيذيع النهارده كمان يا كابتن عايزين. تمام كابتن هاني. حكام مباراه النهارده ياسر جمال وائل ابراهيم محمود جمال. رأيك الحقيقه ياسر جمال مقدم يعني هو خلينا بعد الماتش بس هو عموما ياسر جمال مقدم موسم كويس وائل ابراهيم برضو مقدم موسم كويس. محمود جمال انا مش واخد بالي منه شويه بس ياسر ووائل من الحكام الجيدين يعني من الحكام يتميزوا بالحيده وهو مفيش حد ما بيغلطش
احنا دعنا لا نعلق المشانق للحكام من قبل المباراه ما تبدا، ما بنفترضش حاجه. اكيد الحكام بتحاول، ده بني ادمين زي احد، مؤثره جدا. هي دي بتبان بقى، هي دي بتبان، يعني بتبان اللمحات بقى في الباسكتبول في بعض الاحيان، ان الصفاره بتبقى موقفه مسيره فرقه، صفاره بتعمل نتيجه عكسيه، دي في ساعتها نقدر نتكلم نقول الحكام الحكم ده قاصد ولا مش قاصد، انما من الوارد انك ما تشوفش، يعني من الوارد تكون واقف في زاويه وما تشوفش الحدث، فمش لازم ايه يعني ما نفترضش فيه سوء اننا اساسا موجود. ما هو ثلاث حكام يا كوتش، عشان كده بقى ثلاث حكام عشان بيشوفوا. تمام، فاحنا بنقول للحكام ان شاء الله هينزلوا يقدموا مباراه جيده، نتمنى لهم التوفيق زي ما بنتمنى للفرقتين التوفيق، نتمنى للحكام برضو التوفيق ان شاء الله النهارده، انه يكونوا موفقين انه يطلعوا بالجيم ويكون سواسيه، يعني بيصفر شمال زي يمين. تمام. بمعنى ان ما فيش في حته تصفر على اللمسه وفي حته ثانيه تسيب الاحتكاك يكون على اعلى مستوى. ده اللي بنطلبه من الحكام النهارده، ولكن ان شاء الله احنا متفائلين ان هم هيكونوا ان شاء الله بيديروا مباراه جيده باذن الله. يا كابتن هاني، بدايه الدفاع نادي الاهلي، قول النادي الاهلي يبدا ايه قبل دقيقتين ثلاثه من بدايه تمام. المباراه. بص، اختيارك اسلوب الدفاعي، موضوع الدفاعي ده هيتحتم على شكل الفرقه، يعني اول ما يعني كابتن عصام هيسجل الخمسه بتوعه كابتن طارق هيحدد دفاعه، لان النهارده لو هو نازل في ماتش اب في الاطوال، يعني بمعنى ان الفرقتين قد بعض في المقاس، هتلاقي بنلعب مان تو مان سهل جدا. بعض في الناس، يعني كل الناس، لا يعني عايز بيني وبينك، لا سمعنا في الاطوال السايز سايز اللعيبه اللي موجود، يعني لو النهارده كابتن عصام نزل بثلاثه طوال فوق الاثنين متر، وكابتن طارق نازل قصاده باثنين طوال واحد قصير، ما يقدرش يلعب مان تو مان، هيبقى في ميس ماتش طول الوقت. فلازم هيبتدي يفكر في الزون، انه يلعب منطقه، المنطقه دي معناها ان اللعيب بيبقى مسؤول عن جزء من الملعب بيلعب عليه ديفنس. بالتالي شكل دفاع الفرقه بيتحدد من شكل هجوم الفرقه اللي قدامها. فهو غالبا المفترض ان كابتن طارق هيلعب مان تو مان، وكابتن عصام هيلعبوا مان تو مان لغايه ما يشوف الايقاع بتاع المباراه هيمشي شكله عامل ازاي، ولغايه ما الناس تبتدي يعني الماتش يخش فيه اجواءه الطبيعيه. هنبدا الاول الفرقتين بالتاكيد هيبداوا راجل لراجل. يعني كابتن خالد، ليه النادي الاهلي الكوارتر الاولاني والثاني يكون بدايه هاديه، لكن بيعمل كامباك في الثالث والرابع وبيعلى الريتم جدا بالنسبه للنادي الاهلي؟ بص، هو يعني زي ما احنا اتفقنا ان انا الستارت بتاعي مش شرط، يعني زي ما احنا يعني حته مش حته استنزاف، على قد ما انا الكوارتر الاولاني والثاني بحاول ان انا اظبط فيها فرقتي وببقى قريت الجيم، زائد ان انا بلعب في الكوارتر الثالث والرابع المهم باللعيبه اللي انا قدرت ان انا اريحها او اوفرها للاهم كوارترين عندي اللي هو الثالث والرابع، زائد ان النادي الاهلي نادي بطوله، فاللعيبه في الكوارتر الثالث والرابع، ويمكن حسينا الكلام ده في ماتش سموحه وماتش الاتحاد الاولاني، ان انا لما الفرقه اللي قدامي بتطلع عليا انا بيستنزف عندي الباور بتاعي، فانا لازم اكسب. فبص لي ان في شويه اجريسيف وقوة شوية في الأداء وسرعة، فعشان كده النادي الأهلي في الكوارتر الثالث والرابع بيقدر إن هو يعوض، إن أنا بقدر أكاتشن على فرقتي أنا محتاج إيه في الثالث والرابع، زائد إن اللعيبة بتاعتي إن أنا لازم أفنش بيها، وابتديت أكتشف مين اللي ماشي ومين اللي مش ماشي، وبقدر إن أنا أوفرهم وإن أنا أستخدمهم في الكوارتر الثالث والرابع. كابتن عمرو، الثالث والرابع جه من النادي الاهلي، او هما الكواترات القويه بالنسبه للنادي الاهلي. البدايه النهارده في ماتش الاهلي والزمالك، وهو مباراه الديربي بين الاهلي والزمالك، مباراه مهمه الستارت بتاعها. بص يا كابتن خالد، احنا كمدربين احنا بنقسم الفترات دي على حاجات معينه. يعني مثلا احنا بنقول الاول والثاني بتاع اللعيبه. الثالث والرابع بتاع المدربين والكاتشات. زي ما الكابتن خالد قال، انا بشوف وبتفرج على الجيم. الجيم الثالث انا اللي الكوارتر الثالث والرابع انا اللي بتحكم في الريتم بتاعه والتيمبو بتاعه، لان الباسكت لعبه ايقاعيه يا كوتش. فاحنا على الاساس دوت بنقدر في الثالث والرابع المدرب بيتحكم في التيمبو بتاع الماتش دوت، لان هو شاف كل اللعيبه ان كان دفاع او هجوم. بس انا كنت عايز اتكلم في حاجه بس يا كابتن خالد. نادي الزمالك كل ماتشاته لعب مان تو مان ولعب زون ديفنس 2 3. النادي الاهلي كل ماتشاته لعب مان تو مان ولعب 1 2 2 ماتش اب، او اللي هو بيتجوز اللي هو اللي جنبه او في اللعيب اللي في منطقته. في الماتش دوت لازم
اغير كتير جدا، يعني لازم هلعب مان تو مان كتير وهلعب زون ديفنس كتير. نادي الزمالك انا شايف اللي هو بيدافع باربعه 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 لعيبه. الامريكاني بتاع الزمالك تريل بيلعب 40 دقيقه يا كابتن خالد ويعتمدوا عليه اعتماد كلي في الهجوم. تريل ستاجلين ده على وتك قوه ضربه قويه جدا تمام، بس في الاتاك يا كوتش خلينا متفقين يعني يا كابتن هاني حتى في الاتاك في الهجوم. لكن في الدفاع هو يعني بيريح نفسه بيريح نفسه، وحضرتك هتشوف الماتش النهارده وهتقرر بيريح نفسه في الدفاع وخصوصا في اللعب على الستار اللي هو بتاع البيك اند رول. اي بيك اند رول النادي الاهلي هينجح ان شاء الله النهارده، واحنا هنتفرج وهقول لحضرتك واحنا بنتفرج اي بيك اند رول النادي الاهلي على تريل هينجح. هيحصل ميس ماتش كتير ومش هيعرف يفايت في السكرين وهيطلع ببطء جدا. يعني الماتش اللي فات ماتش المرتبط الجمال شايط من الجمال او ابو النصر طالع من عنده شايط كتير جدا وبسهوله جدا ومسجل من كتير، بيقدر يعمل من ناحيته بنتريشن، بيقدر يفضي اللعيبه الثانيه ان انت بتلعب 5-4 في الدفاع. كابتن هاني هفتح معاك موضوع مهم سريعا قبل ما نطير لملعب المباراه وجماهير عشان تخش الارض الملعب. عندنا بطوله مهمه بطوله امم افريقيا لكره القدم اللي مصر بتستضيفها وكل جماهير مصر عايزه تخش البطوله، لكن خلينا نبدا من ملعب الباسكت. رايك ايه في جماهير نرجعها ازاي او نوصلها ازاي لارض الملعب تاني؟ الحقيقه الموضوع سهل مش موضوع صعب. موضوع رجوع الجماهير ده طبعا هي بتحصل احداث في بعض الاحيان بتاثر على متخذي هذا القرار زي الاحداث اللي حصلت في مباراه الاسماعيلي دي بتخلي ايه بتاخر الدنيا شويه. كويس. مساله ان انت الناس بتخرج عن شعورها دي لا شيء. فالنهارده انما في مباراتنا المحليه احنا ما بين حتى سواء اهلي وزمالك المفروض ان الناس تبتدي توعي، المفروض الجماهير تبتدي تخش يعني، ويكون مسؤوليه الانديه هي تامين جماهيرها، لان في النهايه الجمهور بتاع الصالات بالذات غير ملاعب الكوره اللي بيبقى بالالاف كتيره جدا، جماهير الصالات بيبقى برضو الكنترول عليها اسال شويه، يعني بتبقى مساله السيطره جوه صاله مغلقه ما هوش صعب. الخروج عن النص ما بيكونش كتير، الناس جايه في الاول وفي الاخر اللي بيشجعوا على العاب صالات ما هماش بالاف كتيره جدا. في بيقول لك الرياضه دلوقتي بقى كلها مشجعين موافق. كل الناس موافق. عايزه جماهير تروح. خلينا يا كابتن هاني يعني معلش لازم نطير سريعا لملعب المباراه. لازم نقول دخول الجماهير ده شيء مهم لامتاع الرياضه، لان كل الرياضيين او كل اللاعبين بيستمتعوا في ارض الملعب بصوت الجمهور. خلينا نرجع جمهور مره ثانيه لارض الملعب، عندنا بطوله مهمه جدا الامم الافريقيه لكره القدم قريبه ودي بلدنا وده منظرنا قدام الناس. نطير لملعب المباراه صاله الامير عبد الله الفيصل من النادي الاهلي واللقاء المرتقب وصراع الجبابره زي ما كابتن خالد بخيت قال بين الاهلي والزمالك. امنياتنا الطيبه ان النادي الاهلي بيخوض مباراه ان شاء الله يعمل مباراه كويسه جدا نتيجه باذن الله ترتقي الى جماهير النادي الاهلي. سريعا نطير الى معلقنا الجميل الكابتن سيد صابر. بداية ولا أحسن ولا أروع من كده للنادي الأهلي في أول المباراة في أول الشوط الأولاني من بداية المباراة كان الأهلي هو الواخد الليد في المباراة بين الأهلي في مباراة الأهلي والزمالك في الباسكت، لكن سرعان ما تحول الجيم وتحول إلى مسار نادي الزمالك وانتهى الشوط الأول 38-37. خلينا نروح لضيوفنا الكرام ونعرف إيه أسباب تأخر أهلي فارق نقطة واحدة. كابتن هاني عبد المنعم كانت بداية قوية للنادي الأهلي وصلنا لغاية 14-2 تقريبا. تمام. البدايات طبعا في لعبة كرة السلة ما بتعنيش كثير من حيث السكور بالنسبة لأي فرقة من الفرقتين، سوى إن أنت بتنظم نفسك زي ما قلت لك الأول، أنت بتقيس فرقتك وبتقيس الفرقة اللي قدامك بتشوف طريقة لعب إيه، إنما كسكور فرق وكلام من ده ما بتبقاش بتعني الكثير يعني. أنت قدرت في الأول بدأت بداية كانت متميزة جدا، جريت على نادي الزمالك أكثر من مرة بفاست بريك يعني اسمها ايه هجمه مرتده هجمات يعني تقدر تستحوذ على الكوره في الديفنس وتطلع بيها بطريقه سريعه في الهجوم وتحط باسكت سريع، بالتالي قدرت انك تحقق جزء من السكور. لعبنا كويس جدا في الكوارتر الاولاني وطلعنا برده فارقين. الكوارتر الثاني حصل يعني في النهايات دايما بيحصل شويه فقد تركيز من بعض اللعيبه
فبتعمل حاجه اسمها تيرن اوفر كتير، انك بتفقد الكور اللي موجوده معاك وبتديها للخصم من غير مجهود. قدر نادي الزمالك انه يرجع في الجيم بشكل تلقائي، زائد بعض التغييرات اللي حصلت من الاثنين مدربين للتوائم مع ظروف المباراه. طبعا طارق الغنام لعيب تقيل جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وقوه ضربه دفاعيه وهجوميه. يعني يمكن في الهجوم طارق ما حدش ولا بونت، انما دفاعيا هو اللي شايل. يعني النهارده طارق كان وجوده محدث تاثير قوي جدا على لعيبه نادي الزمالك، ما بيقدروش يخشوا غايه الحلقه. خروجه بقى من الملعب بيفتح المساحه للعيبه نادي الزمالك اللي هي لعيبه الارتكاز انها تخش وتكمل الكرات. وشفنا اكتر من استحواذ لعيبه الزمالك بيلموا ريباوند في الاوفنس علينا، نتيجه ان احنا زي ما قلت لك المقاس اختلف. يعني ده دي الحته، وزائد ان اللعيب الامريكاني بتاعنا مش موفق النهارده. لسه هقول لك حالا. يعني الراجل بره الفورمه شويه. ولكن برضه انا احب اطمن جمهور الاهلاويه ان احنا ده كل ده جيم موجود، مفيش فيه اي مشاكل، وان شاء الله احنا هنكسب في الاخر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن خالد، تودو براين وستوجلين، هتكلم على الاثنين دول بالذات. ستوجلين زي ما قلت قبل الحلقه او في الاول، قلت ان ستوجلين مؤثر جدا في الزمالك. تودو براين النهارده خارج فورمته. في الحقيقه ستوجلين عمل لغايه دلوقتي مباراه بمستوى عالي جدا، هو اللي بيفضي الناس. يعني في اثنين لعيبه في نادي الزمالك هم اللي بيحدثوا الفرق، ستوجلين وادهم عصام. ادهم عصام شفناه ان هو عمل بنتريشن وقدر يجيب باسكت وفي نفس في الوقت اللي ستوجلين ما كانش ماشي او كان موجود. هتقدر توقف الاثنين دول؟ يبقى هتقدر ان انت ان شاء الله ناخد الماتش. تود ابراهيم بصراحه النهارده خارج الخدمه لغايه دلوقتي، حتى قراراته يعني القرار اللي انا باخده مفروض ان انا اخد قرار مظبوط وبعد كده التوفيق وعدم التوفيق ده من عند ربنا. انما انا باخد قرار غلط، يعني شفناه ان هو في الشورت كورنر وراح ووقف له انس في البيز لاين، راح واخد الكوره والبيز لاين مقفول وراح رايح في اتجاه التراب او الاثنين بقوا معاه وراح ناطط في الهواء ولعبها في الاوتسايد. لا يعني مش ممتاز يعني مش نتمنى ان شاء الله ان هو ما بين الشوطين كده يراجع نفسه، وكابتن طارق يكلمه ويهديه شويه ويطلب يعني ويطلب منه انت مفروض كويس في 1 2 3 4، انا عايزك تعمل الشويه دول وان شاء الله نلاقيه في الثالث والرابع كويس. ادهم عصام عامل شغل يعني قايم بدور تود تيرلي ستوجلين لما بيقف برضه مفروض عندهم مفتاح لعب تاني، بس مش هو ده الاساس. يعني انا اقدر اوقف، المفروض يعني ان انا اقدر اوقف ادهم عصام. تمام. صعب شويه ان انا اوقف ستوجلين الا لو انا هعمل عليه هيلب او بطريقه دفاع معينه انا قايل لعيبتي ومبرهنها عليها. كابتن عمرو، نزول احمد برغوثة في بدايه التشكيل كانت مفاجاه لي انا شخصيا، يعني لينا كلنا. ليه بقى؟ واعتقد لعصام عبد الحميد. اشمعنى؟ يعني ايه انت شايف نزول احمد برغوثة في البدايه؟ هو لعبه قليل قوي يا كابتن خالد، يعني هو يعني على مدى الماتشات اللي احنا اتفرجنا عليها حتى في النهائيات بتاع الدوري المرتبط كلها ما شفناهوش بيلعب. فالنهارده طبعا يعني هو منزله، اعتقد اللي هو يقفل شويه تحت الباسكت، ياخد له وقت شويه خصوصا سيف سمير مصاب، فاخد وقت شويه اللي هو رايح فيه طارق الغنام لغايه ما طارق ينزل ويشتغل طارق. بس اعتقد ان هو كان يعني عمل ماتش كويس. لا كان كويس فعلا بصراحه كان كويس. بس هو اتصاب يا جماعه، هو ما طلعش حاجه فنيه، مصاب. يعني هو اتخبط تقريبا في عينيه، فما طلعش حاجه فنيه، لان اعتقد لو هو كويس يعني هو مش مصاب كان كمل. خصوصا المحترف ما جاش النهارده، المحترف بتاعنا ما جاش. يعني ما ينفعش كلمه ما جاش، اصلا ما ينفعش يا كابتن خالد، غير موفق يعني. هو غير موفق أكيد. بس انا ما ينفعش، انا جايب لعيب محترف يجيب لي في 20 دقيقه 4 بونت يا كابتن خالد. انا مش يعني لكن انا شايف برضه المحترف مختلف معاك. لسه الجيم كله يعني الجيم لسه موجود، واعتقد نعمل احنا خدنا خلاص الاحداثيات وخدنا المعطيات، المفروض بقى الثالث والرابع اللي احنا ننفذ او اللي احنا نبقى الثالث والرابع احسن. انا قلت كابتن هاني سناتر في الفرقتين، وجود طارق الغنام الريباوند قوي جدا تحت الباسكت طبعا، انس اسامه اشتغل اول ما طارق الغنام خرج، اشتغل انس اسامه في ريباوند لنادي الزمالك، خد حريته، خد حريته بصراحه. يعني الحقيقه طارق ما شاء الله عليه، يعني
لعيب قوي جدا في الحته دي. اللعيب له مهابه كمان من الفرق المصريه جميعا بل الفرق الافريقيه جميعا كلها بتعمل حساب طارق في المنطقه دي، لان طارق ما شاء الله قوي جدا في الجزئيه دي. انس خد مساحه بعد ما طارق يمكن طلع نتيجه برضو ان هو اجهد، قدر يلم اكتر من ريباوند، عمل اكتر من فولو. لقينا الزمالك وصل للحلقه عندنا اكتر، لقيت ثلاث لعيبه جوه من فرق من بيشتغلوا جوه الزون عندنا اكتر، بقى اسهل المساحه اتفتحت. احنا عندنا ازمه النهارده يمكن بغياب سيف سمير طبعا هو السنتر الثاني، السناتر دول هم المقاس الكبير اللي انا بقول عليه من الاصل اللي هو الحجم الكبير، الحجم اللي زي حضرتك كده هو ده اللي ايه بياخد مساحه وبيعرف يقفل جزء كبير جدا من الحته دي، ما بيديش فرصه للخصم انه يخش فيها. فطبعا نتمنى ان في الشوط الثاني، انا مش عارف هو برغوطه ايه اللي حصل، بس هو طبعا انت عارف ان اللعيب عندنا لما بيتعور او بيجيب دم ممنوع ان هو يكون موجود في الملعب، لازم الحكم بيطلعه بره يتلقى العلاج المناسب. انا برده يعني برده من الناس اللي النهارده مش فورمه كويسه حاتم البحيري، لانه برده لو ركز بيحمل فارق كبير مع النادي الاهلي. لاعبتنا كلهم رغم ان في بعض الغلطات، ابراهيم برضو الجمال النهارده عنده كذا كام غلطه مش بتوعه هو، لان هو درجه قديم النهارده ابراهيم، المفروض يكون تقل، عمل اكتر من تيرن اوفر برضو رجعه نادي الزمالك في الجيم، يعني النهارده فقد كورتين ثلاثه ورا بعض بدون داعي، دخلوا نادي الزمالك في الجيم مره ثانيه. يعني ده الكامباك بتاع الزمالك، مع ان الشوط الاولاني احنا اللي عملناه اول كوارتر في الخارج 24 22، وان شاء الله احنا برضو لسه في الثالث والرابع زي ما بقول لك، بس هو ان اللعيبه تستجمع افكارها ويستجمعوا تركيزهم، هتلاقي الجيم ما بقاش صعب، لان الجيم بتحليله وبرؤيه العناصر اللي موجوده في الملعب انت كنادي اهلي تقدر تفوز بشكل سهل مش صعب يعني. ونادي الزمالك كويس برضو، مش بنقول ان هم نادي الزمالك وحشين، ولكن احنا كاهلي نقدر نكسب كويس ان شاء الله. نقدر نكسب كويس. كابتن خالد، الزون ديفنس اللي حصل في من فرقه الاهلي اتعمل اربع ايه يعملوا زون ديفنس واخدين مان ستوكلن لوحده، هل ده طارق خيري يكمل بيه في المباراة ولا نبتدي نرجع لأسلوب تاني في الدفاع؟ هو أي حاجة في الدنيا وأي نظام دفاع طالما أنت ممرن اللعيبة عليها كويس وعارفين الروتيشن بتاعهم هيبقى شكله إيه، مفروض إن أنت تقدر توقف بيه أو يقدر يكمل بيه. ما أنا دلوقتي مرنت لعيبتي، أنا بدل دلوقتي بلعب 1-4 وبعدين جيت لقيت إن الموضوع مش ماشي معايا، لأن خد بالك إن في ريسك في الموضوع ان طارق الغنام هيبقى على طرف من الاطراف تحت. هل في خلال البنتريشن لو حصل وطارق الغنام مثلا اتعمل الكيك اوت وراحت للعيب شوطه في الكورنر، هل طارق الغنام هيقدر يطلع؟ فالمهم ان لازم يبقى التركيز ان انا اوقف الراجل اصلا ما يحصلش البنتريشن. يعني المفروض ان انا اول ما يستلم تود اوبراين الكوره يبقى عايز اقول ايه، يبقى عليه اتنين ويبقى المساحات بالنسبة له مقفولة ما بينه وما بين اللعيب الديفندر التاني علشان نقدر ان الطريقة دي تبقى فعالة. انما لو انا بلعب واحد مان واربعة زون وان الاقرب مدافع ليا مش قافل معايا كويس، طب ما هي يعني هتبقى الطريقة صعبة شوية، هيبقى الموضوع صعب. فحتى هما الزمالك برضو لعبوا زون ديفنس، بس عاوز زون ديفنس كابل على لعيبتنا، مش فاصلين لعيب من عندنا بيلعبوا زون ديفنس جوه المنطقه عنده، وهو لاعب 1-2-2 وفي نفس الوقت احنا استغلناها كويس. يعني الكوره كانت بتروح للبحيري في الشورت كورنر بيعمل بنتريشن، شفنا كام اسيست حصل للبوتات، قدرنا نجيب منهم باسكت. فانت برضه لازم تستغل الموقف ده. ما اعرفش احنا هو كمل زون برضه شويه بعدها واحنا ما استغلناش الموقف ده ليه؟ كان لازم ان احنا نفضل طول ما احنا بنجيب باسكت من الاسلوب ده اللي احنا نكمل عليه لغايه لما هو يقفله. هيقفله يبقى اكيد في جاب تاني اتفتح. تمام. كابتن عمرو، قبل المباراه قلت لي الكوارتر الثالث والرابع هو كوارتر المدربين. مظبوط؟ مظبوط يا فندم. شايف الموضوع هيروح ازاي؟ يعني النادي الاهلي عشان يعمل الكامباك ويروح بالمباراه بلعبته الموجوده على ارض الملعب يعمل ايه؟ النادي الاهلي لعب ب 11 لعيب من 12. كويس. يعني كل واحد خد راحته وكل واحد يعني بيوزع احماله، لانه عنده ثلاث ماتشات وعنده بطوله افريقيا زي ما كنا بنقول قبل، وزي ما احنا قلنا برضه كابتن خالد وحضرتك قلت برضه الزمالك لعب ست لعيبه او سبع لعيبه بالكثير. النادي الاهلي اللي فايق دلوقتي احمد السلاوي وابراهيم الجمال. الاثنين دول فايقين جدا بالنسبه للاهلي. الدفاع طبعا كابتن طارق غنام يعني. ما نيجي نتكلم بقى في الشوط الثالث والرابع،
انا اهم عندي البدايه بتاعت الشوط الثالث يا كابتن خالد. بدايه الشوط الثالث الكوارتر الثالث اهم نقطه في الجيم. البدايه بتاعت الكوارتر الثالث اعتقد طارق خيري عارف الكلام ده كويس قوي، هينزل ضاغط. كابتن خالد بخيت قال حاجه كويسه قوي، انا لازم اللاعب الامريكي تريل لازم العب عليه باثنين لعيبه، وخصوصا في ناس يا كابتن خالد مش شويطه في فرقه الزمالك زي ما حضرتك شفت معايا في الشوط الاولاني والثاني بالظبط، جات لهم فرص شوتينج ما جابوش، فانا لازم هضحي والعب عليه باثنين لعيبه لان هو الوحيد اللي بيلعب الفرقه كلها، فلازم العب عليه باثنين لعيبه. كابتن طارق ما نجحش شويه في الديفنس المختلط بتاعه اللي هو واحد مان واربعه زون، لان كابتن خالد بخيت برضه قال ايا كان بقى ان كان طارق غنام او اي سنتر تاني مش هينفع يغطي على الكورنر، ولو غطى على الكورنر هيطلع متاخر، وده اللي حصل فعلا. هيثم السحارتي جاب واحده وكيجو جاب واحده لا هيثم السحارتي جاب كورتين بثلاثة بونت في نفس البوزيشن من الكورنر تمام، وادم حصل وادم حصل تمام. هو بس انا بس هقول حاجه هو علشان الناس تعرف معنا ان احنا وعمر قال ان احنا بيلعب عليه باثنين، هو بيبقى اللي عليه بريشر واقرب مدافع ليه في الزون قافل معاه المسافه بحيث ان هو ما يبقاش عنده قدره ان هو يعدي. طب ما هو لو عدى كاني بلعب مان تو مان، انا عايز اقفل عليه المساحات، فبيمسكه والجنب بياخده السايد والتاني بيبقى قريب للمان بتاعه في وسط المسافه وبيبقى قافل المسافه وواخد السايد العكسي. هو بيعدي من اي حد، هو بيعدي من اي حد عشان ما يقدرش يعدي، هو بيعدي من اي حد كويس. يعني بيعدي من اي حد. كابتن هاني طارق الغنام محور اداء الفريق 100% في وقت من الاوقات في ريباوند، هنطلع طارق الغنام هيستريح لان طارق الغنام مش هيلعب 20 دقيقه زي ما احنا عارفين. قول لي مين يعوض الكلام ده مع جوه ارض الملعب؟ ما هو احنا عندنا ازمه بقى في الاهلي في الحته دي، عشان كده بنتكلم بنقول ان سيف سمير اللي هو الفرده الثانيه او السنتر الاساسي الصغير في السن اللي بياخد دور طارق في او بياخد العبء الاكبر من اللعب. سيف سمير ده مصاب النهارده مش موجود في النادي الاهلي، المفروض بيجي وراه محمد العدل، ده لعيب برده بيلعب بوزيشن خمسة بس انا مش عارف ظروفه ايه الحقيقه يعني مع كابتن هو جوه السكور بس ما منزلش لعب، ده الوحيد وده الوحيد اللي ما نزلش لعب يعني. هو دي برده الحته المستغربه ان هو كابتن طارق لعب 11 لاعب من ال 12 فهو الوحيد اللي ما خدش فرصه، فاحتمال يكون عنده حاجه او يعني حاجه معلومه ما تكونش عندنا يعني. وفي اللي هو برغوته لعيب برضو جاي للنادي الاهلي كصفقه او منقول من لان هو لعيب لعب في اكتر من نادي، انا شايف انه ادى يعني الراجل لما بدا ادى كويس، لعب دفاعيا بشكل جيد، كان برضو لما كان اكتر من ريباوند، هجوميا حط له باسكت، حط باسكت او اثنين تاني، حط باسكت واحد بس، ودافع كويس كابتن، هو دافع كويس يعني كويس. هو هي الميزه بتاعته ان هو قدر يدافع كويس. برضو انا شايف ان يعني هو المفروض دلوقتي في الهاف تايم ان هيكون الكابتن طارق قاعد مع الفرقه، في بعض اللعيبه لازم هترجع لتركيزها بشكل جيد يعني. برضو رامي جنيدي النهارده ما كانش متوفق يعني، رامي اخذ اكتر من تراي، عمل اكتر من محاوله. رامي جنيدي من اللعيبه المتميزه جدا في الشوتينج، لو قدر ان هو يبتدي يركز في الشوط الثاني بمعنى الكوارتر الثالث والرابع يعني، هتلاقي فرق اداء الاهلي بقى اعلى، لان رامي هو اللي كان قائد التيمبو السريع بتاع النادي الاهلي اللي انت بتستحوذ على الكره في الديفنس وتطلع بيها سريع. قدرت تهاجم الزمالك اكتر من مره، بقيت النتيجه 14-2 نتيجه لان البلاي ميكر بتاعك قدر انه يتحكم في ايقاع المباراه ومشاها بشكل سريع وانت بتعمل ديفنس كويس. نتمنى ان طارق يكون خد فترته في الراحه ما بين الشوطين. برضه ما تهيأليش كابتن طارق هيبدا بطارق الغنام في الكوارتر الثالث من اوله. هنشوف وضع مصطفى برغوته الدنيا معاه عامله ازاي، لو هو طبعا اكيد الطبيب بتاع الفرقه هيكون عالج مساله الجرح القطعي اللي موجود في وشه ده، فمتهيألي كابتن طارق هيبدا بيه. تمام. هيبدا بالراجل الامريكاني برضه تودو براين يكون استجمع افكاره شويه. لو قدرنا برضه ان احنا نتحكم في ايقاع المباراه وان احنا نبتدي نسرع على فرقه الزمالك، هتلاقي برضه احداثنا فارق في الشوط الثالث. انا يخصني شخصيا كهاني عبد المنعم بركز دايما في الكوارتر الرابع، يعني الكوارتر الرابع ده هو كوارتر النهايات، هو ده اللي يهم، هو ده كوارتر المباراه، هو ده كوارتر المباراه، هو ده اللي انت لازم تركز كل الثقه لك فيه، كل شغلك كمدرب بتبتدي تبقى خلاص حافظ الزمالك هيعمل ايه، ابتدي اضغط عليه بحيث افنش الجيم. التفنيش ده فن يعني، احنا برضو احنا
كان لينا اساتذه في هذا الكلام على مدار التاريخ، يمكن الكابتن خالد بخيت برضو كان الله يرحمه، الدكتور عادل صبري كان من الناس المميزه جدا في حته ان هو يفنش الجيم. يعني ايه يفنش الجيم؟ يعني يفضل يلعب الجيم كله بس يوصل للكورت اللي هو المهم، الاداء في الاخر. ايوه تمام. كابتن خالد لعبنا 11 لعيب وفي لعيب لسه ما اشتركش، لكن من وجهه نظري وزعنا الحمل على 11 لعيب. نادي الزمالك 6 7 لعيبه بيلعبوا، فاللياقه البدنيه معدلات اللياقه البدنيه في الاخر في كوارت الثالث والرابع، الكلام ده يفرق في اخر المباراه؟ بص هقول لك حاجه، يعني انت كلاعب باسكت يعني المفروض ان انت تقدر تلعب، مش هنقول ال 40 دقيقه، انما انا المفروض ان انا هقدر العب معظم الماتش بالفول باور بتاعي. حته ان انا بريح، ده انا بريح لعيب يكون كبر في السن شويه، اللياقه البدنيه عنده اقل شويه، انما الشباب الصغير او في سن الثلاثينات دي انا مفروض ان انا اقدر اكمل بالفول باور بتاعي، وانا ممكن حتى انا نفسي ممكن ان انا اعمل اغير التيمبو بتاعي بتاع السبيد بتاعي علشان اقدر ان انا اتحكم واقدر اكمل الماتش. بس هي المشكله احنا عندنا في الكوارتر الثاني بالذات احنا عندنا فاست بريك بقى ضعيف جدا، يعني حتى هنبص نلاقي ان مودي في الملعب بس هو ما بياخدش الفاست باص. طيب ما بينهاش الناحيه الثانيه اسرع، فانا المفروض ان انا اول ما الكوره تتلم انا المفروض ان الجاردات بتوعي بيجروا على السايد لاين والبلاي ميكر هو اللي بيروح يستلم، بحيث ان انا اقدر ان انا ابقى، وهو ده اللي حصل في الشوط في الكوارتر الاولاني. انما في الكوارتر الثاني القطرات متاخرين قوي في ان هم يجروا، لا انا المفروض الفاست بريك ده احد الحلول بتوعي، وان لم يكن مثلا سلاح مهم جدا علشان اقدر اجيب سكور بعيد عن الدفاعات. الحاجه الثانيه موضوع انس، المفروض ان انا اعمل بوكس اوت، هو فين البوكس اوت؟ يعني انا ببص الاقي ان البنتريشن بيحصل او الكوره بتتشاط وابص الاقي ما فيش حد بيعمل بوكس اوت. لا المفروض ان الكل يعمل بوكس اوت. طب انا لغايه لما الكره تتلم. طب انا عايز بس اقول لك حاجه، البوكس اوت دي جميله جدا، اكيد الجماهير المصريه او جماهير النادي الاهلي ما يعرفوش على ايه بوكس اوت. عايزك تشرحها واضح وصريح، ايه بوكس اوت؟ هو البوكس اوت ان انا والكره في الهواء قبل ما تلمس الحلقه او ما طلعت من ايد المهاجم، مفروض ان انا بشوف المدافع اللي انا بدافع عليه، المهاجم اللي انا بدافع عليه فين، واخد خطوه ناحيته واحجزه واحاول ان انا ارجع بيه الظهر لورا عشان ابعده عن الحلقه. يعني المكان ده تحت الحلقه، تحت البوكس اوت ده بيحصل تحت الحلقه. ولو انا بره، يعني انا قلت لك في الفاست بريك ايه، اول ما تتلم، انما قبل ما تتلم حتى اللي بره انا مفروض ان انا بعمل البوكس اوت بتاعي على المهاجم اللي مفروض انا بدافع عليه عشان اخد الريباوند بتاعتي، عشان اخد الريباوند. لان دي اهم حاجه في الباسكت. اول ما الكوره بقى اللي هيلم الكوره ده، اول ما الكوره تلمس ايده كده انا مفروض القطرات بتوعي زي الصواريخ على السايد لاين، ده الفاست بريك، ده الفاست بريك الهجمه بالظبط كده. بالظبط. كابتن عمرو شايف كابتن طارق خيري ينزل بخمس خمس لعيبه مين في ارض الملعب؟ رايي انا الشخصي اكيد لو انت مدير فني، يعني انا لو مدير فني هرجع تاني برامي جنيدي السلعاوي. عايزك سريعا جدا عشان خلاص لازم تدير برامي جنيدي السلعاوي ابو النصر الجمال برغوتة. خلينا نطير لملعب المباراة للزميل الجميل المعلقنا كابتن سيد صابر للتعليق على احداث الشوط الثاني من مباراة الاهلي والزمالك، واللي انتهى شوطها الاول بنتيجة 38-37 للزمالك. نتمنى من كل قلبنا الامنيات للنادي الاهلي النهارده باذن الله في المباراة في الديربي بينه وبين الزمالك بالفوز بالمباراة. لك الكلمة كابتن سيد صابر. مبروك للنادي الاهلي، مبروك فوز مستحق للنادي الاهلي بنتيجه 70-69. انتهى اللقاء بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في دوري السوبر، وتصدر النادي الاهلي دوري السوبر بدون هزيمه. مباراه من وجهه نظري، لازم هنشوف وجهه نظر عقيد، لكن لعيبه النادي الاهلي ما ادتش الدور اللي عليها النهارده، لو كانوا سنه زياده كان الماتش ده عدى بفارق كبير. خلينا نشوف محللين النهارده هيقولوا ايه عن لقاء الاهلي والزمالك. كابتن
هاني الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن خالد. الوحيد اللي كان بيقول لي حتى واحنا خسرانين هنكسب ان شاء الله. عايز اعرف منين؟ انا الاستاذ ايمن بدره الاول له ليه حاجه حلوه عنده. استاذ ايمن بدره تمام. يا ريت تقولوا له بس ان هو ما يمشيش. استاذ ايمن بدره صوتك ما تمشيش عشان عايزين حاجه حلوه الحاج قلتها واحنا بره الهواء. اتفضل يا كابتن ايمن. طبعا انا بيبقى دايما عندي ثقه في 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 ولاد النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان هم على قد المسؤوليه وان هم دايما بيدوروا ان هم يكسبوا اي مباراه ده طبيعه يعني احنا كلاعيبه سابقين في النادي وده حاجه تربينا عليها يعني. فدايما بنسعد بمكسبنا. الاول بنحيي برضو فريق الزمالك النهارده ادى مباراه يعني الناس اجتهدت وكافحت. انا في وجهه نظري مباراه متوسطه. عناصر الاهلي كلها النهارده ما كانتش في الفورمه يعني كان كثير من اللاعبين مش في المستوى اللي احنا كنا نامل ان هم يكونوا بيه خاصه النجوم بتاعت الفرقه. غلطات كتير عندنا ترنوفر يعني كور كتيره ضيعناها كور كتيره احنا اللي رميناها احنا اللي دخلنا الزمالك في الجيم بشكل او باخر من اول مباراه تقريبا احنا بنغلط كتير. ولكن في مقابل ده كان عندنا اجتهاد وكان عندنا بنحاول دايما ان احنا نكافح في الديفنس. قدرنا بشكل جيد جدا ان احنا نوقف خطوره اللعيب الامريكاني بتاعهم اللي هو اللعيب فعلا متميز وكويس بصراحه متميز جدا. عمل كام قدرنا نوقفه وقدرنا ان احنا يعني نحد من خطورته نسبيا. عناصرنا رغم انها ما ادتش الاداء اللي احنا كنا مستنيينه منها ولكن في الاول وفي الاخر هم كسبوا نبارك لهم. نتمنى في المباريات القادمه وده طبعا احنا كلنا الثقه النهارده الاهلي هو اصبح متصدر الجدول الترتيب تمن نقاط في ده رابع لقاء الحمد لله بدون هزيمه. عندنا 8 بونت احنا متصدرين الجدول بتاع الدوري. نتمنى ان احنا نفضل على هذا النهج زي ما يمكن كابتن عمرو في الاول خالص قال ان عندنا 3 ماتشات جامدين جدا اللي جايين هم مع تقريبا اللي هم متصدرين الترتيب في المجموعه. فده هيبقى احسن اعداد فعلا لبطوله افريقيا. ولكن نتمنى ان احنا نتدارك اخطائنا. عندنا حاجات النهارده لو بصينا عليها زي الرميات الحره زي الباصات هتلاقي لو كل ده تداركناه كان زماننا الفرق 15 و20 بونت. فما عندناش غير نقول الف مبروك. عندنا كلنا ثقه في اولاد الاهلي. الف مبروك الف مبروك لان الاهلي كسب وعدينا وتنقل مع بعض. انا عايز اكسب. كابتن عمرو قبل المباراه قلت ان لازم نلعب فول باور بس يعني النهارده برضو انا من وجهه نظري كابتن قسم الحمل على كل اللعيبه عشان يعدي المباراه وقدر يعدي المباراه حتى لو كانش مستوى اللعيبه اداء اللي احنا كنا متوقعين منه. بص يا كابتن خالد كابتن طارق بيلعب في فلسفه لازم تحترم. كويس. النهارده جت لنا فرص كتيره اللي احنا نعدي بالجيم زي ما كابتن قال. احنا ولا ما استغلناش فاست بريك. عملنا ديفنس كويس وقفنا الامريكاني الافريج بتاعه من 35 ل 45 بونت يا كابتن خالد. النهارده ما اعتقدش يا كابتن هاني جاب 20 بونت على بعض. لا ما اعتقدش. فانت نجحت. تمام. انس اسامه برضه في حدود 12 بونت. كيجو مصطفى مكاوي في حدود 12 بونت برضه. فانت ناجح. احنا عندنا مشكله. طب خليني اخرج لارض الملعب. اتفضل. لازم اطير للزميل شريف شعبان من ارض الملعب ومعاه لقاء مهم جدا مع كابتن طارق خيري المدير الفني اللي النهارده كان يعني الحمد لله على قد اللقاء وكسبنا مباراه الزمالك 70-69. لك الكلمه الزميل شريف شعبان. تأتي ليك يا كابتن خالد ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. قمه الاهلي والزمالك انتهت بفوز النادي الاهلي فوز كبير على نادي الزمالك. طبعا الكوارتر الاولاني 24-22 الكوارتر الثاني 37-38 الكوارتر الثالث 52-54 الكوارتر الرابع فوز النادي الاهلي 70-69. مدير الفني الخلوق كابتن طارق خيري بقول لك اهلا بيك على شقات الاهلي وتحياتي كابتن خالد وضيوفه ومليون مبروك فوزك النهارده على الغريم التقليدي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك وكل جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته والنشاط الرياضي واللعيبه. فوز مهم ان انت تبقى اول مجموعتك لوحدك على الاقل بعد الاسبوع الرابع. انا عارف ان في استوديو كابتن هاني وكابتن خالد فلهم مني كل تقدير اخواتي الكبار وعمرو مين؟ عمرو صاب. تحياتي ليه هو كمان. مباراة صعبة جدا، الكورتر الأولاني الأهلي كان فريق فيه، الثاني والثالث الزمالك فرق بس يعني بحاجات قليلة جدا، الكورتر الرابع بقى طالما النوايا سليمة هتكسب بإذن الله، في روح وفي إخلاص وفي حب بينكم وبين بعض ونيتكم سليمة فزتوا النهاردة.
دي من الحاجات اللي بعيد عن المكسب النهارده، الحاجات اللي بتبسطني انا شخصيا من زمايلي او من القريبين مننا او من زمايلنا المدربين القريبين مننا ومنهم هاني، ان احنا في حاله حلوه. يعني النهارده انت بتكسب برده وانت في لعيبه مش في حالتها، اذا كانوا ما لعبوش او لعبوا، انك بتكسب فرقه موفقه، محترف كويس، عنده انس رجاله كويس، عنده عدد لعيبه كويسين وموفقين، وتكسب وانت على مدار الجيم عندك لسه لعيبه النهار. يعني الجيم اللي فات احسن من الجيم ده، جيم سموحه كنا احسن، وتكسب ده جزء انا 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 شخصيا يعني دايما بنتكلم ان بعيد عن الجزء الفني في جزء مفهوش ظلم، وجزء فيه نيه، في جزء تعامل مع اللعيبه ان هي بتحبك قوي، فانت عايزه تكسب علشانك، زي ما انت شايف الروح شكلها عامله ازاي لحد اخر لحظه. دي حاجه بتبسطني، يعني الناس تتكلم ان النيه بتاعت الفرقه كويسه. اربع فوز، نمسك الخشب، اربع فوز متتالي، الحمد لله. النادي الاهلي عينه على اللقب، اكيد احنا كل سنه عينينا على اللقب، بنتمنى التوفيق، بنتمنى يبقى ربنا يبعدنا عن الاصابات زي الفتره اللي جت بعد تصفيات المنطقه الخامسه، كانت اصابات كتير قوي. دلوقتي انا الحمد لله بنكمل أربعة مكسب. ده احنا دايما عارف النادي الاهلي اغلبيه محاضراتنا او اعظم معظم محاضراتنا بدايه الكلام ان التارجت النادي الاهلي ما بيقبلش، انت مش هتاخد مكافاه لو خدت تاني، ملوش قيمه. ده انت بتغرزه مع اللعيبه القديمه او الجديده، او هم في اجتماعاتهم مع بعض، امبارح عاملين اجتماع هم مع بعض، انا سامع صوتهم من الاوضه واحنا معسكرين، صوتهم عالي، ما نخسرش، بتلعب زمالك، اهلي وزمالك، ده لازم تبسط الجمهور بتاعك على قد ما تقدر، نتمنى ان الجمهور راضي عن الفرقه، نتمنى نمشي بالتوفيق او ناخد الدور ده على الاقل قبل ما يحصل توقف للدوري في الاسبوعين اللي في النص، تطلع اول او بدون هزيمه، نتمنى ان شاء الله ده. الزميل شريف شعبان ان شاء الله، الزميل شريف شعبان وقاعد بتقرا ايات قرانيه وناقص 15 ثواني 20 ثانيه. انا عندي كابتن طاهر رجب لما بيشوفها بيقول في المدرجات، هي طالما موجوده هو بيحس ان في طمانينه نوعا ما، ربنا يبارك لنا فيها، وهي بتقعد على طول، ربنا يبارك لنا فيها. شريف عاوزين نسال، اتفضل يا كابتن خالد. اولا بارك لي كابتن طارق خيري، قول له الف مبروك، مباراه جيده الحمد لله، انتهى اللقاء بالفوز وتصدره لدوري السوبر للمرحله الرابعه او في الاسبوع الرابع. عايزين بس نسال كابتن طارق خيري، المباريات اللي جايه اللي خلاص عدى ده تاريخ، انتهى المباراه، لكن نجومنا النهارده مش مطمنيننا، مش يعني مش قادرين، حاسين هم اقل من المستوى، ايه اللي حصل يطمننا على المرحله الجايه؟ عندنا بطولة افريقيا قريب جدا، كل جماهير النادي الاهلي عايزه تطمن على المرحلة الجاية ان شاء الله بالنسبة لفريق كرة السلة في النادي الاهلي. طبعا هو كان بيبارك لك كابتن خالد العوضي وانت ما سلمتش عليه. حبيبي يا كابتن خالد سامحني، سلمت على ضيوفك، انت الاساس حبيبي. حبيبي يا طارق. عندك البطولة الافريقية جاية وعندك بقية دوري السوبر، وانت حضرتك قلت برضو في ناس ما ظهرتش بالمستوى اللي يعني اللي طمنا، يعني مطمئن على مرحلة مقبلة وباذن الله قادرين على باذن الله حسم اللقب، وباذن الله كمان قادرين على الحصول على بطولة افريقيا. ان شاء الله ده هدف لينا كلنا، احنا كلنا شغالين عليه من ساعة تصفيات المنطقة الخامسة. حتة ان اللعيبة جوه الجيم ممكن تبقى مش في مستواها على فترات دي وتكسب، انا دي مطمني لان اللعيبة دي خبراتها عالية جدا. تخيل لو انت كمان موفق زيادة عن اللزوم، مش عايز اجيب اذكار اسماء ان انا ما بقاش في شدة، لو هم في توفيقهم العادي 50% انت تكسب النهارده جيم في الاخر مرتاح. ده تارجت لينا افريقيا، احنا زي على قد ما بنقدر بنلعب على حسب الجيم، لو الجيم ايزي او الجيم النهارده لعب بال 12 لعيب، في ناس بتاخد قليل وفي ناس بتاخد كتير، بس في الاخر مجمل ناس كتير بتلعب. الجيم ده رغوتا ظهر بشكل كويس، بقاله فتره ما بيشاركش، دي حاجه كويسه. عندي سيف مصاب، بشكر برغوتا والعدلي على ان هم شايلين البوزيشن ده، دي من مكاسب الفرقه، ان انت اي حد زي في الدوري المرتبط، تكسب الدوري المرتبط ناس مش موفقه، وعندك رامي والجمال كانوا مصابين، دي حاجه تتحسب ليهم. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمهم ان شاء الله ونكمل نكلم عمر الفتره الجايه بالشكل ده. مليون مبروك يا كابتن، وباذن الله باذن الله يكون البطوله من نصيبك باذن الله، علشان انت مدرب خلوق وتستاهل كل خير ان شاء الله. واشكرك وانا بتفائل بيك كل ما كل جيم والله. لا شكرا ان شاء الله ان شاء الله. شرف لي كابتن خالد، مستمرين مع النجم من النجوم كابتن ابو النصر. مليون مبروك يا ابو النصر، وجيم صعب جدا الاول، تحياتي كابتن خالد العوضي وضيوفه ليك. جيم صعب جدا، ولكن رجاله النادي الاهلي اهلي لها، هو ده النادي الاهلي، يفوز على الزمالك يمكن في اخر ثواني من المباراه، ويبقى الاهلي بطل ويبقى الاهلي فوق الجميع.
اولا تحيه للناس كلها موجوده في الاستوديو، كابتن خالد وكابتن هاني عبد المنعم وكابتن خالد بخيت وكابتن عمرو صابر. الحمد لله على الفوز، كان فوز صعب وماتش يعني كنا حسيناه لفتره كده ان هو راح مننا، بس طبعا احنا زي ما اتعودنا جيم الباسكت بول لحد اخر ثانيه في الملعب، يعني ما فيش حاجه اسمها انت ما خسران كام بونت او الكلام ده كله. الحمد لله يعني في الاخر كان بس ظاهر علينا التعب شويه، جيم تقيل الصراحه وكله جري، ما وقفناش نعتبر طول الماتش، بس الحمد لله يعني في الاخر خلص وقدرنا نحسم الموضوع يعني الحمد لله. اليوم مبروك الله يبارك فيك. كابتن سلعوه نجم من نجوم اللقاء، موفق النهارده وعملت النهارده جيم كويس قوي، مليون مبروك. لا لا كنت ماشي كويس قوي، مليون مبروك، وباذن الله بقى الفتره الجايه بقى المباراه المقبله بقى احنا عاوزين نكسب عشان ناخد اللقب باذن الله يا رب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. انا عايز بس اسلم على كابتن خالد العوضي وكابتن هاني عبد المنعم وكابتن خالد بخيت صح وكابتن عمرو صابر، اقول لهم الف مبروك طبعا. الحمد لله رب العالمين، ماتش كان صعب قوي، ماتش كان مضغوط، الحمد لله رب العالمين اللي احنا قدرنا نكسب. المستوى النهارده ما كانش كويس، احنا كلنا كنا مش كويسين يعني بما فيهم انا، كلنا مش في مستوانا، بس الحمد لله رب العالمين. الماتشات الكبيره دي بتبقى اهم حاجه في الرايح جاي اللي انت تكسب، واهم حاجه اللي انت تجمع النقط، واهم حاجه لان انت كل الفرق بتضرب في بعض، فانت المهم ان انت تطلع اول عشان تستريح اما تيجي تلعب التامن اللي هو بنسبه كبيره هيبقى مصر التامين، فتستريح قدام ما تلعبش ماتش ثالث وتبقى البيست اوف فايف، تلعب تبتدي انت تاخد الادفانتج في اول ماتش وتلعب الفرقه الرابعه ما تلعبش الفرقه الثالثه، لان يعني غالبا انت لو تطلع اول هتبعد عن المفروض هتبعد عن الجزيره وهتبعد عن الاتحاد، فهو ده التارجت بتاعنا من الاول. مهم جدا ان انت في الدور اللي رايح جاي ان انت تكسب كل السبع ماتشات اللي على ارضك، ما ينفعش تفرط فيهم، السبع ماتشات اللي على ارضك ايا كان بتلاعب مين لازم تكسبهم ان شاء الله. ان شاء الله احنا عندنا ماتشين بره سبورتنج وجزيره، وان شاء الله عندنا يعتبر اهم ماتش، طبعا ماتش سبورتنج وجزيره مهم جدا، بس اهم ماتش ان شاء الله عندنا قبل بطوله افريقيا اللي هنجهز بيه ان شاء الله ماتش الاتحاد على ارضنا، وان شاء الله نوعد الجمهور الماتش ده ان شاء الله. ان شاء الله اول دور 7 من 7 ان شاء الله. ربنا باذن الله. ربنا يخليك. شكرا حبيبي. كابتن اسلام عادل مدرب النادي الاهلي بنقول لك الف مبروك، وفوز غالي، فوز ليه ثمن، وزي ما بيقولوا النهارده في ناس ما ظهرتش بالشكل يعني اللي طمنا كجماهير للنادي الاهلي، ولكن القادم افضل، اهم حاجه الفوز النهارده، وباذن الله نحافظ على انتصاراتنا الفتره القادمه. الله يبارك فيك يا شريف، ومبروك لكل محبي وعشاق جمهور النادي الاهلي كره السله. حته ان في ناس مش في مستواها ده طبيعي، طبيعي. انا 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 بلعب زمالك في ملعبي، ملعبي كمان دي محترف على ما اظن. لا ما ريحش خالص يا كابتن. لا بص، هو حته ان بتلعب في الملاعب دي يعني ميزه وعيب، انت بتلعب حافظ ملعبك جمهورك وبتاع، لكن في نفس الوقت بتبقى قلقان من الخساره اكتر، يعني نوعا ما انا لما اروح العب الزمالك في الزمالك ممكن ابقى اهدى شويه، ان انا لو خسرت يعني بلعب الزمالك في ملعبه، نفس الكلام هو جاي اهدى. فده كان وضع طبيعي. جو الجمهور يعني اعضاء النادي واولياء الامور والناس كانوا عاملين جو جمهور، ودي بقى رساله انا عايز اوجهها يعني للمسؤولين عن الجمهور. بصوا يا جماعه شكل الملعب عامل ازاي والناس بتشجع من الفرقتين، والاثنين التزموا، ما حصلش اي مشكله بالرغم من ان السكور ما فرقش، يعني الماتش ماشي ايكوال طول الجيم، يعني في ضغط عصبي والحكام شايله مسؤوليه كبيره جدا، وارد الحكام تغلط واخطات واحنا اعترضنا وهم اعترضوا، لكن ما حصلش مشكله. فدي نتمنى ان الجمهور يرجع تاني في الاهلي وفي الزمالك وفي اسكندريه وفي كل حته، لان ده اصل الرياضه. بالنسبه للجيم النهارده طبعا احنا بنلعب فريق كبير الزمالك، معاهم محترف من اعلى المحترفين الموجودين في الدوري. وضع طبيعي. انا لو مدرب ومعايا لعيب زي ده مش هريحهم. احنا دفعنا عليه كويس غالبيه الجيم، يعني في اوقات سرحنا عنه طبيعي برضو لان هو بيعمل مجهود جامد جدا، واللعيبه طبعا بتبذل مجهود جامد جدا وبنغير عليه. فوضع طبيعي اللي حصل. ان شاء الله الناس اللي ما كانوش موفقين النهارده والناس اللي بره السكور يبقى ليهم دور الفتره الجايه. النهارده احمد علي برغوته من نجوم المباراه، يعني 4 ماتشات بره السكور، والنهارده بادئ ماتش الزمالك اللي احنا عندنا ثقه فيه، وهو لعيب هايل واثبت كفاءه، وان شاء الله يكون ليه دور كويس الفتره اللي جايه. الناس اللي مش موفقه عادي جدا، وارد احسن لعيب بيبقى مش موفق يتوفق المره الجايه، المحصله ان احنا كسبنا وده الاهم. مليون مبروك يا نجم. الله يبارك فيك يا شريف حبيبي، تسلم حبيبي يا كابتن. كابتن هاني، ده كانت لقاءاتنا، كابتن خالد دي كانت لقاءاتنا بعد فوز النادي الاهلي على الغريم التقليدي الزمالك 70-69، وما زالت الانتصارات الاهلاويه مستمره في العام الجديد، ربنا يوفق باذن الله، ويكون النهارده فوز النهارده باذن الله يخلينا ناخد اللقب باذن الله، لقب دوري السوبر. كابتن خالد يرجع كده مره اخرى، اتفضل. شكرا زميلي شريف شعبان من ملعب المباراه
لقاءات جميله، لقاءات رائعه. عجبني جدا تصريح طارق خيري اللي هو بيقول فيه ان اللعيبه ما كانتش في مستواها، واقعي جدا. الراجل مش بيقولش ان هو كان فورمه عاليه، لكن بيقول ان هو فيقدر في المرحله اللي جايه نخش في الفورمه اللي احنا محتاجينها، هي ماتشات في الاخر، ماتشات تحصيل حاصل في دوري السوبر في الوقت ده. لكن الديربي بين الاهلي والزمالك هو تفوق الاهلي على نادي الزمالك من 3 مباريات، الاهلي بيفوز في مباراتين والزمالك بيفوز في مباراه. كابتن خالد، رايك كيف كلام كابتن طارق خيري؟ هو كلام مظبوط جدا وعقلاني جدا، وفعلا شيء كويس جدا ويحسب للنادي الاهلي ان انا يبقى معظم لعيبتي مش متوفقه وان انا اكسب الماتش، لان الماتشات اللي زي دي اللي هي بتخلص مع اخ صفار الحكم، انا يهمني المكسب في الاول وفي الاخر. واللي حصل ان الاهلي، الكلام اللي احنا قلناه في البدايه خالص، ان روح النادي الاهلي ان اللعيبه رغم ان هي مش متوفقه قدرت ان هي في الديفنس تحط بريشر جامد على لعيبه الزمالك، وتستغل خروج انس وكيجو اللي هم 4 فاول، واتحط على ستوجلين بريشر ديفنس. وفي ساعات الاهلي كان من الحماس بيطلع وبيلعب ب2 دفاع على ستوجلين. الكلام ده اثر في النادي الاهلي وقدر ان هو يعوض وقدر ان هو يكسب في اخر ثواني. انا يعني انا بحيي ابو النصر صراحه، خدتها منك معلش، هقول لك كده معلش. اخبار ابو النصر دول يا كابتن اتفضل. لان هو اول حاجه عمل ديفنس كويس قوي وعمل بلوك لستوجلين في الاخر، وهو اللي راح بعد كده اتفضل يا كابتن في الهجوم جاب ال2 بونت. خلاصه الماتش احنا بنقول ان احنا بنبارك للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته وطارق خيري والجهاز الفني واللعيبه. لما نرجع للماتش ده، وانا متاكد من كده كابتن طارق خيري، ويشوف شريط الماتش ده، هنطلع منه ان شاء الله بحاجات كويسه قوي هتفيد النادي الاهلي في ماتشاته بعد كده مع الزمالك باذن الله. اكيد في تحليل بيحصل على كل مباراه لكابتن خيري ويشوفها بيستفيد من اخطائه، لان كان في حاجات يعني في الماتش الاهلي هيستفيد بيها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هنرجع تاني لملعب المباراه، ملعب المباراه صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره، مع الزميل شريف شعبان ولقاءاته مع كابتن احمد الجرحي وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. لك الكلمه شريف شعبان. تحيه مجدده يا كابتن خالد ولضيوفك. كابتن احمد الجرحي، مليون مبروك فوزك الاول، تحيه الكابتن خالد العوض ليك وضيوفه الكابتن هاني عمان، الكابتن خالد بخيت، الكابتن عمرو صابر. مليون مبروك فوزكم النهارده على الزمالك، مباراه كانت صعبه ولكن تستحقوا الفوز طبعا من اول كوارتر وانتم مركزين على يعني تخلصوا الجيم. عندكم مباراه صعبه جدا بقى مع سبورتنج يوم السبت في اسكندريه، وباذن الله باذن الله يكون الفوز حليفنا باذن الله عشان نحرز اللقب. الحمد لله رب العالمين على المكسب الاول، ومبروك علينا كلنا، علينا وعلى الاستوديو كله كابتن خالد وضيوفه وعلى حضرتك. الحمد لله المكسب كان مهم جدا، المكسب بيخليك تبقى في صداره الدوري، بطوله خاصه ديربي مع نادي الزمالك، فرقه كبيره مع محترف هايل، جهاز فني محترم بقياده كابتن عصام، يعني بصراحه عاملين شغل ما شاء الله. الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب المباراه دي على ملعبنا وسط، مش هقول جمهورنا بقى، وسط اعضائنا واللعيبه الناشئين جماهير الزمالك كمان. بالظبط، وده اللي انا هقوله لحضرتك، ان يعني نتمنى يكون ان شاء الله المعامله بالمثل. احنا ما فيش حد جه من نادي الزمالك النهارده ما دخلش، كل الناس دخلت تتفرج على الباسكت، لان طبيعي ان اجواء الباسكت ان الناس على الاقل لو مش جمهور بتاع كوره يبقى في ناس ماليه الصاله بتشجع، وفعلا عملوا جو جميل جدا في المباراه. بالنسبه لماتش سبورتنج طبعا انت عارف كل ماتش بتخرج منه بتخرج على ماتش اصعب منه. سبورتنج في اسكندريه، انا سامع ان الجيش كسب سبورتنج كمان في اسكندريه، سموحه كسب الجزيره، الماتشات كلها صعبه جدا. احنا يعني ان شاء الله يعني هيبقى في استشفاء بكره ان شاء الله، وخميس وجمعه نتمرن ونسافر ان شاء الله عشان نلعب مباراه سبورتنج، ان شاء الله نرجع بالمكسب باذن الله. عندنا اصرار ان احنا ان شاء الله ناخد ال7 جيم قبل التوقف بتاع افريقيا، وده كان ماتش النهارده بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. دي والله ده اكبر هدف لينا السنه دي بطوله افريقيا، وان شاء الله يعني الماتش ده بالذات قلنا للعيبه ان هو ده ان شاء الله ده يعني نقطه وانطلاقه هتبقى مباراه الزمالك، والحمد لله رب العالمين ومبروك علينا كلنا. مليون مبروك، الله يبارك فيك. احنا مستمرين كابتن خالد مع النجم من نجوم النادي الاهلي بقى كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. وش الخير على النادي الاهلي، بقول لك الف مبروك كابتن الاول اتحادي كابتن خالد العوضي ليك وضيوفه كابتن هاني عم نعم كابتن خالد بخيت كابتن عمرو صابر. مليون مبروك، فوز غالي النهارده للنادي الاهلي على الزمالك 70-69. الاهلي عينه على اللقب، وفي نفس الوقت كمان جماهير الاهلي عاوزه لقب افريقيا كمان. الاول بقدم تحيه طبعا لكابتن خالد العوضي
وضيوفه عمالقه، الاسامي اللي حضرتك قلتها في كره السله عمالقه. فالاول بقول مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كلها. بقول تملي احنا بنأجل فرحتنا لغايه احراز الالقاب، دي خطوه على الطريق الحمد لله. خلاص طفينا الصفحه بتاعت النهارده او طويناها، وباركنا للجهاز الفني. وبقول ان باذن الله باذن الله الفريق احنا هننظم بطوله افريقيا، احنا لينا اهداف كبيره السنه دي باذن الله. يعني لسه عندنا كاس مصر وبطوله الدوري وبطوله افريقيا، فالاهداف كتيره السنه دي. بندعو من ربنا ان احنا يعني الطموح ترضي جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته اللي دعم الفريق يعني بكل السبل علشان نشوف الصوره اللي احنا بنشوفها النهارده. النهارده في المركز الاول في دوري المحترفين بعد فوزه بدوري المرتبط. النهارده يعني بعد مرور ثلاث اسابيع هو بلا هزيمه الحمد لله بعد ثلاثة فوز. اذا الف مبروك لفريق النادي الاهلي، وبقول خلاص نبتدي بقى نتحضر للماتشات الجايه ونستعد لتصفيات افريقيا اللي هتحتضنها الصاله اللي احنا واقفين فيها دي باذن الله ايام 8 و9 و10. مليون مبروك وخير والقادم افضل باذن الله للنادي الاهلي الفتره المقبله. باذن الله الف مبروك. كابتن خالد دي كانت لقاءاتنا بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك 70-69. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل الاهلاويه. عوده ليك من جديد كابتن خالد، اتفضل. شكرا لزميلي شريف شعبان من ملعب المباراه. الحمد لله، الف مبروك لكل الاهلاويه، الف مبروك للنادي الاهلي جماهيره ومجلس اداره بفوز النادي الاهلي النهارده وتصدره لدوري السوبر في المرحله الرابعه منه، وفوزه على نادي الزمالك النهارده 70-69. خلينا استعرض نتائج النهارده ايه اللي حصل فيها بالظبط. فوز طليع الجيش على نادي سبورتنج في ارضه جوه ارضه ب 64-54، وفوز سموحه على الجزيره فوز صعب جدا 67-65. والمباراه الاخيره الاتحاد السكندري يكتسح الملعب زي ما بيقولوا وفوزه على مصر 90-56. ترتيب الجدول النهارده ان الاهلي معاه 8 بونت، الزمالك 7، الاتحاد السكندري 7، الجزيره سبورتنج 5 بونت، عفوا طلائع الجيش هيطلع 6 بونت معلش هي في المركز الرابع، الجزيره سبورتنج مصر التامين سموحه كلهم 5 بونت. الامور متساويه جدا، كل الامور متقاربه، نتائج اعتقد بتصب في مصلحه النادي الاهلي. كابتن هاني عايزين بس كلمتين بالنسبه لمحمد علي ومحمد ابو النصر، اعتقد كانوا من نجوم مباراه النهارده ونقطه تحول جوه المباراه. محمد علي ادى دوره، ما كانش من النجوم يعني، هو ادى المطلوب منه، الراجل ما قصرش يعني. بس اعتقد عوض طارق غنام شويه. هو ما انا عشان كده بقول لك هو ادى دوره الراجل، ما نقدرش نقول عليه هو عمل حاجه يعني فوق الدور، بس هو ادى دوره يشكر عليه جدا جدا. كويس. ابو النصر طبعا ادى اداء جيد جدا يعني، هو الولد حاول وكافح وهو اسباب الرجعه بتاعتنا اللي في الاخر. طبعا ربنا وفقه في الفاول شوتنج في المرحله دي، لان هو كان برضو اخطا في بعض الرميات الحره، ولكنه اجتهادهم وسعيهم للمكسب لعيبه النادي الاهلي هو ده اللي خلانا نكسب، ان الولاد عايزين يكسبوا رغم ان هم مش في حالتهم، لكن عندهم الاصرار والعزيمه ان هم يكسبوا. فممكن يبقى عندك الفنيات مش تكون مظبوطه قوي، ولكن في نفس الوقت ان عندك روح قتاليه تسمح لك ان انت تكسب الجيم، لانك قتلت على الجيم اكتر من فرقه نادي الزمالك. وده بنبارك للولاد عليه وبنبارك لطارق عليه، لان الروح دي روح جميله جدا انها تكون موجوده عند الفرقه، ان الفرقه ما تبقاش عايزه تخسر، يعني الفرقه دايما بتكافئ انها تكسب، حتى لو انا النهارده مش متوفق فنيا وبجلي ومش عارف احط الباسكت بشكل سهل، انما عندي عدم الياس ودايما بحاول مره واثنين وثلاثه، وزي ما شفنا في الاخر برضو كور راحت وجت اكتر من مره في حته واحده، وقدرنا احنا في الاخر في اقل من 3 متر الكوره بتروح بس انت بتحاول عليها مره واثنين وثلاثه، فمحاولتك دي مين اللي يسلم يقول لك لا خلاص مش هجيبها، بس هو اللعيب بتاعنا راح وقرر انه يروح عليها اكتر من مره، وده اللي خلانا في النهايه الحمد لله ربنا وفقنا ونكسب عشان النوايا كويسه وعشان الشباب دي تستحق انها تكسب. الحمد لله المباراه. لكن كابتن عمرو عايزين نقفل صفحه المباراه، صفحه المباراه، ولا نتكلم عربيات الحره؟ نتكلم على الرميات. اه الرميات كان 15 او 16 رميه يعني تقريبا، حاجات كتير تقريبا. صح. بس هي المشكله هو على ملعبنا. يعني المفروض ده ملعبك وحلقتك يعني انا كمان مش شايف ان في جماهير محمله نسبه التوتر على اللعيبه، كان اعتقد كان يكونوا اهدى. اعتقد هم متحمسين زياده حتى كميه الثلاثيات او لكن انت لعبت ديفنس كويس فدوت يعني الديفنس اللي كسبها في المباراه. طبعا. بص هقول لك حاجه، ابو النصر هو رجل المباراه
مش عشان الكره اللي قطعها اللي هو من البوكس البوكس زي ما احنا اتفقنا، لا هو طول الجيم الراجل بيدافع كويس ملتزم ملتزم وبانت ربنا كرمه في اخر كره اللي هي جابت بيها الجيم. احنا عندنا ماتشات اللي جايه، التلات ماتشات اللي جايين يا كابتن خالد عايزين شغل كويس قوي، لازم طبعا اهم حاجه اللي انت ريكفري بتاع الفرقه ترجعه، وبعد كده تعمل شغلك اللي جاي على الفرقه بتاعت الاتحاد سبورتنج الجزيره الاتحادي. ده اللي عندي. تمام. طيب كابتن هاني، مباراه سبورتنج بعد 48 ساعه، بعد 48 ساعه يعني النهارده الاربعاء خميس جمعه، عندنا السبت مباراه سبورتنج، خساره سبورتنج من نادي طلائع الجيش على النهارده الثلاث، عفوا قدامنا اربع خميس جمعه في النهارده الثلاث، معلش انا خدت يوم في الاسبوع. عندنا اربع خميس جمعه ثلاث ايام، وعندنا مباراه مهمه نادي سبورتنج لسه خسران من نادي طلائع الجيش 10 نقاط فارق. شايف نادي سبورتنج المباراه الجايه هيكون شكله زي ما عندنا؟ شوف والله انا شايف ان سبورتنج حصل عنده يعني نوع من انواع الدروب في المرحله اللي فاتت دي نتيجه لاصابه اللعيب الاجنبي بتاعهم اللي هم جايبينه اللعيب المسدوني ده، اتعور الماتش اللي فات كانوا بيلعبوا الزمالك برضه هو اتعور اللعيب. بشكل عام سبورتنج عنده السنه دي مش في فورمته، يعني مش كفرقه كنادي مش في فورمته، ولكن برضه احنا دخلنا معاهم في منافسات في اكتر من مره، بالتالي ما تقدرش تقول مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر من مباراه زي كده. زي ما احنا بقولنا، انت قلت النهارده طلائع الجيش النهارده انت تقدر تقول بيحقق مفاجاه، يكسب نادي سبورتنج على ملعبه 54 10 بونت على ملعبه في اسكندريه، فده برضو يعتبر شيء عادي او اعتيادي، خاصه ان احنا زي ما قلنا احنا الثمان فرق اللي بيلعبوا بعض، الثمان فرق على مستوى عالي، الثمان فرق عندهم امكانيات عاليه، الثمان فرق يقدروا يكسبوا اي حد في اي وقت، يقدروا ينافسوا اي حد في اي وقت. فما تقدرش تخش جيم وتقول والله انا داخل النهارده كسبان، لازم يبقى كل مباراه وليها ظروفها وليها السيت بتاع الملعب بتاعه هيبقى شكله عامل ازاي، توفيق فرقه من عدم توفيقها. يعني احنا نحمد ربنا الحمد لله النهارده رغم ان احنا مش متوفقين، ولكننا كسبنا، دي رساله برضو. دي رسالة. ان احنا لو احنا كنا متوفقين كان هيبقى في فرق وكان فيها تبقى مسافه اكبر من كده بكتير كتير. نختص فرقه سبورتنج، عندهم السنه دي دروب عندهم، ولكن ما زالوا يمثلوا خطوره، لان هو برضو كان بيلعبك في دوري المرتبط، عامل معاك نتائج طيبه، كسبك مباراه كانت حساسه جدا، يعني في وقت من الاوقات كان هو يقدر يخسرك دوري المرتبط. لكن اقول لك حاجه، نادي سبورتنج النهارده المحترف بتاعه قوي جدا مصاب، اعتقد ان في فارق ال 10 بونت مع نادي طلائع الجيش، هو ده المحترف، اعتقد ان احنا برضو المباراه اسهل شويه من وجود المحترف. ما نقدرش نقول لا، يعني فرصنا اعلى، احنا أعلى. ان شاء الله هنكسب برضو، يعني انا بقول لك اهو يعني ده كده تنبؤ. تمام. ان شاء الله هنكسب لان احنا برضو زي ما بقول لك النيه، يعني الفرقه عاقده العزم انه بينافس على بطوله الدوري السوبر، لان احنا في التصنيف كان قال لك ان احنا دوري السوبر ده رايح لفرق اسكندريه بشكل اوقع، ان فرق الاتحاد السكندري اقوى وفرق مش عارف مين اقوى، الكلام ده مش واقعي. وانا حتى لما كسبنا دوري السوبر علقت برضو تعليق على بعض الاخوه الاصدقاء، قلت لهم يا جماعه احنا بنتكلم في الملعب، ما بنتكلمش بس كلام، بنقول هنكسب ونخسر، احنا بنلعب، اللي يلعب في الملعب احسن يكسب. تمام. النادي الاهلي ان شاء الله هيكسب يا رب باذن الله. كابتن خالد بنبارك لك على المباراه، لكن بقول لحضرتك برضو عايز حاجه كابتن خالد بخيت يقول كلمه للاعبين على الهوا كده، يقول لهم ايه في المرحله اللي جايه بحكم خبره حضرتك في الحياه او في التمرين. نقول لهم الف الف مبروك والف مبروك على روحكم العاليه وانتمائكم الكبير للنادي الاهلي. انا برضو بحيي طارق خيري لان الروح دي مش وليده لعيبه بس، ده طارق خيري حاططها فيها وجهازه الفني اكيد. اهم حاجه ان خدوا بالكم الفتره اللي جايه دي التركيز لازم يبقى اعلى، تركيزي في تعليمات المدرب والمدير الفني هو عايز ايه، دي مهمه جدا، لازم ابقى نازل مركز زي ما انا مركز في الماتش، زي ما مركز في التعليمات ازاي اقدر انفذها ازاي. ظهر النهارده في الماتش شويه حاجات ان اللعيبه مش مركزه في تعليمات المدير الفني، لازم احافظ على نفسي، لو انا بقى ورايا بسهر ما اسهرش، لو انا لا كل حاجه بقى دي حقيقه، لان هي يعني اصل الاجيال بتختلف. مظبوط. الاجيال زمان كانت بتنام بدري وتصحى بدري وتصحى وتريح نفسها عشان الماتش والتمرين. كابتن دايما انت كنت بتلعب كابتن بالظبط زمان قوي. فخدوا بالكم وركزوا ان شاء الله البطوله بتاعتكم، وجماهير النادي الاهلي واحنا واثقين فيكم ان شاء الله، ومجلس الاداره واثق فيكم ان باذن الله تقدروا تحققوا زي ما انتوا قلتوا، زي ما السلعاوي قال احنا
بيركزوا ان هم يكسبوا السبع ماتشات علشان يوصلوا لبطوله افريقيا، وهم ان شاء الله على اول البطوله، وكلنا واثقين فيكم ان شاء الله ان انتوا تحققوا نفس الانجاز باذن الله في بطوله افريقيا اللي فاتت اللي انتوا تحققوها المره دي، وتفرحوا النادي الاهلي وتفرحونا باذن الله ان شاء الله. كابتن عمرو صابر، كلمه اخيره، الوقت بيجري بينا، كلمه اخيره للجهاز الفني، اصدقاء الملعب كلهم، كابتن طارق خيري وكابتن اسلام وكابتن شريف علي، تقول لهم ايه؟ طبعا شغلهم باين، الف مبروك، ماتش كويس جدا، هم قروا فرقه الزمالك كويس قوي. الحاجه الثانيه يعني احنا كلمه اخيره خلاص عشان بس كفايه كده، مبروك للنادي الاهلي، شرفتونا ونورتنا كابتن هاني، نورتنا وشرفتنا كابتن خالد، سعدنا بيك دايما يا رب دايما بالتوفيق يا رب. كابتن خالد دايما منورنا ومشرفنا، الله يخليك بيتنا النادي الاهلي وتحت ابوك في اي وقت يا رب. ربنا يكرمك كابتن عمرو، نورتنا وشرفتنا. ميرسي جدا. الف مبروك للنادي الاهلي، الفوز على نادي الزمالك في المرحله الرابعه من دوري السوبر 70-69 في نهايه حلقتنا النهارده. بنشكر كل الجماهير وكل المشاهدين، ونهايه حلقتنا نشكركم والى اللقاء.